السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي، برحب بحضراتكم والاستوديو التحليلي الخاص لمباراه الاهلي والترجي في دور 16 او دوري المجموعات، اولى المباريات للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون اولى المباريات في مصالحه الجماهير مره اخرى بعوده الانتصارات، خصوصا في بطوله هي الاهم والاقوى بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واللاعبين ايضا. فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق في هذا اليوم، ان شاء الله مباراه قويه، مباراه ان شاء الله لعوده الانتصارات، ده الاهم بالنسبه لنا في هذا اليوم. خلينا نروح سريعا لمحمد سعيد من فندق الإقامة وما قبل المباراة وكواليس الفندق وما يحدث من اللاعبين ومجلس إدارة طبعا متواجد هناك والجهاز الفني والمحاضرة الفنية. خلينا نروح لزميلنا محمد سعيد ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا مع بعض. تحياتي ليك كابتن محمد فاروق، وتحياتي لضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، والكابتن عادل عبد الرحمن، وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في الوطن العربي الكبير. والبداية الأفريقية ومباراة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي في مواجهة الترجي التونسي في أولى مباريات دور المجموعات للبطولة الأفريقية. يمكن في هذه اللحظات وأنا معاك على الهواء مباشرة هنا من فندق الإقامة، يمكن فريق النادي الأهلي في هذه اللحظات بيستعد للمغادرة من فندق الإقامة للوصول إلى استاد برج العرب استعدادا لهذه المواجهة الهامة، لا تنطلق بإذن الله في الساعة 9 مساء. لكن هذا اليوم كان مليء بالأخبار الكثيرة والحضور هنا داخل فندق الإقامة. كما نعلم بالأمس يمكن كابتن محمود الخطيب حضر إلى برج العرب بالإسكندرية عصر أمس وتابع التدريب بالكامل، وتواجد اليوم مع الفريق صباحا لأداء صلاة الجمعة، ثم توالى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في الحضور الواحد تلو الآخر منذ الصباح الباكر. وحتى هذه اللحظات وأنا بتحدث معاك كابتن محمد فاروق، كل أعضاء مجلس الإدارة متواجدون هنا في برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة الأهلي والترجي التونسي، والذي من المقرر حضور ما يقرب من 10,000 متفرج. حتى هذه اللحظات بيعت ما يقرب من حوالي 80%، نسبة 80% من عدد التذاكر التي تم طرحها أونلاين لكل جماهير النادي الأهلي في هذه المباراة، مباراة الأهلي والترجي التونسي. بخلاف ذلك يمكن رصدنا بشكل كبير جدا حضور السفير التونسي، السفير التونسي رغم اجتماعاته المستمرة خلال 48 ساعة السيد نجيب المنياف حضر بالأمس، وأول أمس كان اجتماعات وزارية كبيرة جدا، لكن سفير الجمهورية التونسية في جمهورية مصر العربية حرص على التواجد اليوم في برج العرب، وكان متواجد اليوم داخل فندق إقامة فريق النادي الأهلي، ومن المقرر حضور السفير التونسي في المقصورة الرئيسية وفي الفي اي بي لمباراة الأهلي والترجي. هذه المباراة اللي هناك يعني اهتمام كبير جدا من الجالية التونسية وفريق الترجي وفريق النادي الأهلي لما تتمتع هذه المباراة من أهمية كبيرة في القارة الأفريقية. فريق النادي الأهلي في حالة تركيز شديد جدا، المحاضرات كانت كثيرة خلال 48 ساعة الماضية، الكابتن حسام بدر عقد الكثير من المحاضرات الفنية لشرح العديد من الجوانب الفنية وأيضا شحن همم اللاعبين والحديث معهم على ان المباريات او الفترات السابقه اذا كانت هناك نتائج سلبيه فقد تكون دافع قوي لتعويض ما فات وتحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الترجي التونسي، خاصه ان اخر مباراه للاهلي امام الترجي تحديدا في مصر وفي برج العرب ونفس هذا الملعب العام الماضي انتهت بالتعادل ايجابي 2-2، وبالتالي مباراه كبيره جدا ويسعى الاهلي للفوز واحراز الثلاث نقاط. التشكيله الاساسيه وجاهزيه اللاعبين يمكن تابعنا بالامس التدريب الاساسي لفريق النادي الاهلي، يمكن حتى هذه اللحظات انا بتكلم معاك امكانيه مشاركه علي معلول او صبر رحيل متساويه بشكل كبير، يمكن تحدثت مع عدد من اللاعبين، كان الجهاز الفني لغايه النهارده بعد الغداء مباشره ما كانش لسه اتكلم مع المباراة، لكن تقدر تقول المشاركة متساوية بين عدد من اللاعبين، أحمد فتحي في الجهة اليمنى، سعد سمير وأيمن أشرف في جهة خط الدفاع، محمد الشناوي أساسي في حراسة المرمى. بالأمس التشكيلة الأساسية بدأت كان هناك علي معلول، ثم تم التبادل بينه وبين صبر الرحيل في وسط الملعب، هناك بالتأكيد حسام عاشور وعمرو السولية أمامهم، قد يكون إحدى المفاجآت أحمد حمدي، وأيضا يتواجد صلاح محسن بشكل أساسي، وليد سليمان، إمكانية تواجد ميدو جابر في الهجوم بشكل أساسي، مروان محسن، الاعتماد بشكل كبير على باقه في تدريبات امس واول امس، الجاهزيه الاساسيه او الجاهزيه خلال الشوط الثاني حسب الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري. اذا الجهاز الفني يعمل في هذه الاطر الفنيه وفي هذا العدد من اللاعبين لمباراه الترجي التونسي، في ظل ان القائمه التي اتت هنا الى برج العرب قبل المباراه ب 48 ساعه كان بالظبط 23 لاعب بعد قيد باقه في القائمه الافريقيه نتيجه اصابه جونيور اجاي ووليد ازارو، واللذان لن يكون جاهزان لمباراه كامبالا سيتي للاسف بعد 10 ايام
الكلام، ولذلك الجهاز الفني منح اللاعبين اجازه حتى نهايه الموسم واستمرار علاجهم وتاهيلهم مع كلا المنتخبين، بالنسبه لازارو مع المنتخب المغربي وبالنسبه لارجاي مع المنتخب النيجيري. وما تردد خلال الفترات الاخيره بخصوص وليد ازارو والاخبار التي تناثرت حول ازارو كابتن فاروق، يمكن تحدثت مع الجهاز الفني والجهاز الطبي، حسنا فعل اداره او حسنا ما فعل جهاز كره القدم في النادي الاهلي عندما تم التنسيق مع المنتخب المغربي بسفر ازارو الى اغادير والعلاج تحت اشراف الطبيب المغربي، لان بعد نهايه الموسم خلال هذا الشهر سيكون هناك بالتاكيد معسكر للمنتخب المغربي، وبالتالي ستكون هناك افضليه لان يكون ازارو تحت اشراف المنتخب المغربي، ونفس الشيء بالنسبه لاجايي مع المنتخب النيجيري. بشكل عام الصوره مطمئنه، نتمنى باذن الله ما لمسناه داخل المعسكر ملك ينعكس بشكل ايجابي على مباراه اليوم ويحرز الاهلي 3 نقاط، لانها ستفيد بشكل كبير جدا وتعويض ما فات خلال الفتره الاخيره، وحضور الجماهير بالتاكيد النهارده سيكون عامل ايجابي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق مع متابعه حصريه مع فريق النادي الاهلي منذ المغادره هنا من فندق الاقامه حتى الوصول لاستاد برج العرب، حيث من المقرر ان يتواجد الاهلي قبل الساعه 7:30 في استاد برج العرب لمواجهه الترجي التونسي حسب تعليمات الاتحاد الافريقي كاف بالتنسيق مع الاجراءات الامنيه والاجتماعات الفنيه التي تمت حتى ليله امس. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق. بشكرك يا محمد. واحنا بنتكلم شيء مهم جدا، توافق طبعا اعضاء مجلس الاداره بالكامل على راسهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، شيء مهم جدا وتواجده بيدي دعم نفسي ومعنوي كبير جدا في ظل اهميه المباراه. احنا بنتكلم، انت مش عايز اتكلم على النتائج السابقه بالنسبه للفريق، لكن مهم جدا ان رئيس النادي بحجمه الكبير كابتن محمود الخطيب سواء بقى في كره القدم والجزء الاداري يبقى متواجد، طبعا معالي الوزير الاستاذ عمرو فاروق برضه نائب رئيس النادي متواجد، كل الاعضاء مجلس الاداره، مش عايز انسى اي حد، لكن الدعم ده مهم جدا جدا قبل اللقاء، واكيد كان في اجتماعات خاصه مع اللاعبين للشد من اذرهم في هذا اللقاء المهم والقوي. يمكن دائما بتبقى لقاءات الفريقين قويه، السنه اللي فاتت كان في تعادل ايجابي 2-2 هنا في القاهره، ثم فوز للنادي الاهلي في الترجي التونسي او في تونس في ملعب رادس، هو ده النادي الاهلي دايما في المواقف الصعبه بتلاقيه. إن كنا احنا بنتكلم لو في نتائج سلبية في وقت من الأوقات، لكن لا تستمر، لأن احنا بنعود سريعا للطريق الخاص بينا وهو الفوز بالبطولات، طريق لا خلاف عنه، سواء بقى لجمهورنا أو للاعبتنا ومجلس إدارتنا وكل مشجعي النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي عارف يعني إيه النادي الأهلي، يعني لا خسارة لا حتى تعادل في وقت من الأوقات، لكن هي كرة القدم فيها يوم فوق ويوم تحت، لكن احنا في يوم زي ده في مباراة مهمة زي دي في بداية بطولة هي الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي، التطلع إن شاء الله من خلال الوصول للمباراة النهائية ثم الفوز، تطلع مهم جدا للوصول للعالمية مرة أخرى بعد غياب طويل. أمامنا كابتن محمود الخطيب ووجوده في فندق الإقامة ببرج العرب، وزي ما بقول لكم وجود كابتن محمود الخطيب هيدي اطمئنان بشكل كبير جدا للعيبة ودعم نفسي ومعنوي كبير. ده اللي احنا منتظرينه من كابتن كبير زي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بجانب طبعا الجزء الاداري اللي لا خلاف عنه كابتن محمود الخطيب كرئيس نادي وعمليه التطوير والامور الخاصه بالنادي وتطويره في الفتره القادمه، لكن احنا زي ما بنقول احنا في مهمه صعبه النهارده، مهمه جدا ان احنا نفوز باللقاء، زي ما بقول لكم البدايات في بطولات زي كده مهمه، لنتذكر قبل كده بداياتنا لما بتكون نص نص بتدينا بتصعب علينا الموقف، ممكن تخلينا نبعد كمان عن البطوله او حتى تخليك تبذل مجهود كبير جدا في المباريات اللي بعد كده عشان تكسب عشان توصل وانت مستريح، لكن احنا البدايه لازم مكسب على ارضك او جميع المباريات اللي على ارضك لازم تاخد ال3 نقاط، عكس طبعا يعني احنا بنلعب في دوري مجموعات، عكس لما يبقى المباراه رايح جاي او ذهاب واياب الموضوع مختلف، هنا الموضوع ان انت حصولك على ال3 نقاط في كل مباراه على ارضك بتفرق كتير جدا، انت بتتكلم كده في 9 نقاط موجوده في جعبتك مجرد ان انت تكسب ال3 لقاءات اللي انت هتقابلهم امام كامبالا وتاونشيب البوتسواني، فبالتالي النهارده بدايه لل3 نقاط الاولى وبعد كده نبتدي نفكر في كامبالا سيتي المباراه الثانيه ان شاء الله يوم 15 من هذا الشهر، لكن مهم جدا تركيز اللاعبين اللي احنا شايفينه من خلال وجودهم والغداء والعشاء اللي بمتواجدين فيه بيبان اداء شكل اللعيبه وهم الهدوء بيبقى وهم ماشيين، الكباتن الكبار وليد سليمان وهو ماشي ورايح يتغدى وهو بيحاول حتى يتكلم مع اعضاء الجهاز الفني والاداري في النادي، كل ده مهم كابتن طارق سليمان، مهم جدا بيبان علامات كده معينه
الناس بتحس بيها، لكن ان شاء الله من خلال وجود اللاعبين والتركيز العالي ده نشوف اداء ونشوف نتيجه. دائما هذه المباريات محتاجه تركيز عالي، محتاجه هدوء نفسي، الجزء الفني داخل الملعب اعتقد بيوصل من خلال المحاضرات الفنيه، لان اكيد النادي الاهلي عارف يعني ايه الترجي، والترجي عارف يعني ايه النادي الاهلي، وجزئيه مراكز القوه او نقاط القوه في فريق الترجي ونقاط القوه في فريق الاهلي وايضا نقاط الضعف في الفرقتين، كل فريق حافظ التاني، لكن هي النقطه ايه التريكات اللي ممكن تحصل من خلال الجزء الفني، وده اللي بيوصله كابتن حسام البدري للاعبين، ازاي تستغل القدرات الهجوميه الكبيره عندك كفريق النادي الاهلي ان شاء الله، وتستغلها في ضعف ممكن الى حد ما الجزء الدفاع عند فريق الترجي، وان انت تبقى حذر جدا من الجزء الهجومي الخاص بفريق الترجي. لكن خليني اقول لكم ان كابتن حسام البدري اتكلم على هذا اللقاء ان هو ان احنا جاهزين لهذا اللقاء وهدفنا هو الفوز، لا بديل عن الفوز في هذا اللقاء، وده اللي اتكلم عليه كابتن حسام البدري من خلال تحقيق تصريحاته، واتكلم على ان ده اول مباراه في المجموعه، فبالتالي الدفعه المعنويه والبدايه هو ده المهم دايما في كل اللقاءات الخاصة بدوري المجموعات، وده اللي بيفرق معاك بعد كده ان شاء الله. يعني ده كل التوفيق لكابتن حسام البدري، يكون ان شاء الله كلهم عند حسن ظن جماهيرهم النهارده في هذا اليوم. ايضا لو احنا بنتكلم على فريق الترجي اللي العلاقة قوية جدا ما بيننا وما بينهم كناديين كبار في القارة الافريقية، كابتن رياض بن نور المدير الكرة بنادي الترجي سعيد جدا بحالة الاستقبال او شكل الاستقبال اللي استقبل بيه فريق الترجي التونسي، وبيقول المعاملة بالمثل طبعا، ومفيش شك ان الناديين ناديين كبار، ناديين مش اول مرة يتعاملوا افريقيا مع بعض من حيث الاستقبال، من حيث وجود فريق الترجي هنا في مصر او فريق النادي الاهلي في تونس، الوضع طبيعي وان شاء الله هيكون الوضع الاستقبال الخاص بالنادي الاهلي في تونس هيكون بنفس الشكل وبنفس الامور الخاصة طبعا بالترتيبات الخاصة بالفريق الترجي اللي شافوا هنا من حسن استقبال بالنسبه ليهم. ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ بياكد على هذه الجزئيه بكلامه من خلال طبعا بيتكلم عن علاقته او علاقه النادي الاهلي بالترجي قويه، والمنافسه فقط داخل الملعب، هي دي كره القدم، العلاقات دائما بتبقى قويه ما بين الفرق، خصوصا لما يبقى ناديين كبار في افريقيا، ناديين كبار في الوطن العربي، ناديين عربيين لدولتين مهمين جدا في القاره الافريقيه، والمنافسه دائما في كره القدم هي رياضيه والفير بلاي داخل الملعب، ده اللي اتكلم عليه كابتن سيد عبد الحفيظ، ان العلاقات الوطيده ما بين الفرقتين يعني بتؤهل ان الامور تمشي بشكل سلس وسهل، ولكن داخل الملعب الوضع بيبقى مختلف والمنافسه بتكون قويه. ايضا مران للغائبين اللي خرجوا بره قائمه هذه المباراه مع كابتن طارق عبد العزيز، ربيعه طبعا ما زال بيؤهل نفسه قبل السفر لألمانيا إن شاء الله لاستكمال علاجه في ألمانيا. أيضا المؤازرة من خلال الكباتن المتواجدين سواء بقى داخل الفريق أو بره الفريق ده مهم جدا. حسام غالي واحد من اللاعبين المميزين اللي خلاص بيودع كرة القدم من خلال الفترة القادمة، هو أمامنا على الشاشة حسام غالي موجود في المعسكر كابتانه. طبعا حسام غالي دوره مهم أيضا، لو احنا بنتكلم على دور مجلس الإدارة والحالة الطمأنينة اللي من خلال وجود كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل للاعبين، أيضا دور حسام غالي وحالة الطمأنينة للاعبين من لما بيشوفوه بيتكلم معاهم، ده دور مهم جدا جدا حسام غالي بيأديه من خلال تواجده في معسكر الفريق. حسام غالي كان متواجد النهاردة وأكيد كلام هيبقى مع الفريق وتحفيز بشكل كبير، وده اللي احنا منتظرين من حسام غالي هذا الجزء. لكن عايز أكلمكم على قائمة النادي الأهلي، قائمة يمكن ضاف ليها باكا بعد اصابات عديده داخل النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي، وليد ازارو اجاييه خسارات كبيره داخل الفريق، ممكن علي معلول النهارده ما نشوفوش لانه اعاده او يعني في بعض الالام لسه في اصابته القديمه، هنشوف بعض الامور الخاصه بالفريق النهارده، لكن احنا عندنا ثقه باللاعبين المتواجدين في الوقت ده. يعني تغيير التوقيت او تغيير المسار اللي احنا مشينا فيه في الاسبوع اللي فات اللي انا بشوفه اسبوع الى حد ما غير موفق للنادي الاهلي فيه، سواء بقى في لقاء القمه مع الزمالك او امام الاسيوطي في كاس مصر، ان شاء الله المسار النهارده هيتغير ويعود مره اخرى الانتصارات او تعود مره اخرى الانتصارات للنادي الاهلي. لكن القائمه الافريقيه اللي كانت موجوده لهذا اللقاء، شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، احمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، صبر الرحيل، علي معلول، سعد سمير، ايمن اشرف، ومحمد نجيب،
حسام عاشور، عمرو السوليه، هشام محمد، ميدو جابر، وليد سليمان، احمد حمدي واحمد حمودي، اسلام محارب، كريم نيدفيد، وبقى المنضم حديثا لهذه القائمه. اما خط الهجوم مروان محسن وصلاح محسن، وغياب طبعا كل من وليد ازارو واجايه. يمكن دي قائمه النادي الاهلي. اما قائمه فريق الترجي، معز بن شريفه وعلي الجمل وسامح الدربالي ومحمد امين المسكني وحسين الربيع وايمن محمد وشمس الدين الزوادي وخليل شمام وفرانكوم وفوسوني كوليبالي وغليان الشعلالي. يمكن غليان الشعلالي احرز هدف هنا في لقاء اللقاء الاول هنا في القاهره لو نتذكر العام الماضي. ايضا محمد علي المنصر وسعد بكير وانيس بن حتيره وانيس البدري وطه ياسين خنيسي، ايضا احرز طه ياسين خنيسي هدف هنا في القاهره، ويوسف البلالي وبلال المجري وادم رجابي وهيثم الجويني وماهر بالصغير. دول قائمه فريق الترجي لملاقات النادي الاهلي. لكن طبعا في بعض التشكيلات المتوقعه للفرقتين. لو يعني نتكلم على تشكيل المتوقع للنادي الاهلي النهارده، الامور طبعا بالنسبه للنادي الاهلي هتلاقيها في اجبار شويه في حته التشكيل، لان في بعض الاصابات موجوده، لعيبه كتير عندنا، لكن اللي انت تقدر تشتغل عليه النهارده هتلاقي عدد صغير من اللاعبين. في حراسه المرمى محمد الشناوي، ده التشكيل المتوقع. من اليمين الشمال احمد فتحي، سعد سمير، ايمن اشرف، علي معلول، حسام عاشور، وعمرو السوليه، وليد سليمان، احمد حمدي، صلاح محسن، مروان محسن. يمكن صلاح محسن يبقى متواجد او وجود باكا طبعا كلاعب برضو عنده سرعات مميزه جدا في هذه الجزئيه. هنشوف كابتن حسام البدري بيفكر في ايه. تشكيل متوقع، يمكن في تشكيل كانت الصحف التونسيه اتكلمت عليه ان هو ده التشكيل الاساسي، لكن انا هقول لكم التشكيل المتوقع اللي ممكن يكون النهارده الفريق الترجي التونسي. معز بن شريفه في حراسه المرمى، من اليمين الشمال حسين الربيع ومحمد امين مساكني وخليل شمام وسامح دربالي، ده خط الظهر. في خط الوسط سعد بقير وغليان الشعلالي وفرانكوم وفوسيني كوليبالي، ده في خط الوسط. اما في خط الهجوم هيثم الجويني وطه ياسين خنيسي. ده تشكيل المتوقع، وان كان ممكن يبقى لحد كبير تشكيل الفريق الخاص به او التشكيل الاساسي. طبعا امامنا على الشاشه ده المهندس خالد مرتجي، الاستاذ عمرو فاروق، كل مجلس الاداره بما حتى بالادارات، كابتن طبعا المدير الرياضي كابتن عبد العزيز عبد الشافي، واحد من اهم اللاعبين في كره القدم المصريه، ايضا متواجد. كل الدعم من الجزء الاداري، سواء بقى مجلس اداره او حتى الادارات اللي موجوده داخل النادي، سواء من نشاط رياضي استاذ غزاوي، كلهم متواجدين في هذا اللقاء لاهميته الكبيره. زي ما بقول لكم بدايه مهمه جدا، بدايه هتخليك تبقى تفوق تاني، تخش في مرحله تانية. ان كان فاضل ماتش واحد، يعني انت عندك كامبالا سيتي هو الماتش الاخير بالنسبه ليك في هذا الموسم، وبعد كده كابتن حسام البدري يعيد حساباته وترتيباته في الفتره القادمه. ولكن مهمين جدا اللقاءين دول، بدايه طبعا من مباراه الترجي وهي الاهم، وده اللي احنا بنركز عليه وهو الحدث اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. طبعا مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه هبتديه هقوله لحضراتكم بدايه من الدور الثاني. منانا الجابوني طبعا النادي الاهلي كسبه 4-0 هنا في القاهره، ثم فاز النادي الاهلي في منانا هناك في الجابون 3-1. ويمكن ان شاء الله هقول لحضراتكم برضو المباريات الخاصه بالنادي الاهلي في دوري المجموعات، ولكن خليني اقول لكم مشوار الترجي للوصول لدور ال 16. نادي الترجي التونسي لاعب الونام الموريتاني وتعادل 1-1 في تونس، ثم في انا اسف في موريتانيا، ثم فاز الترجي التونسي على الونام الموريتاني 5-0، ثم انتقل للدور الثاني ولعب مع غورماهيا وتعادل 0-0، ثم فاز الترجي التونسي 1-0 على غورماهيا ويصعد لدور ال 16 في دوري المجموعات. ده بالنسبه لمشوار الفرقتين. لكن ان شاء الله احنا بالنسبه للنادي الاهلي عندنا المباريات التاليه، يعني في دوري المجموعات هنبتديها النهارده ان شاء الله امام الترجي التونسي، ثم امام كامبالا سيتي يوم 15 مايو، ثم امام تاونشيب البوتسواني يوم 17 يوليو، وثم نعود مره اخرى نلعب تاونشيب يوم 28 يوليو، ونلعب الترجي يوم الجمعه 17 اغسطس في تونس، واخيرا اخر مباراه امام كامبالا سيتي يوم الثلاث 28
اغسطس ان شاء الله. ان شاء الله نبقى قبل مباراه الترجي او قبل مباراه كامبالا سيتي يكون احنا ضمننا الوصول. ده مش هيجي طبعا غير بالفوز في كل المباريات او حتى بتحقيق نتائج ايجابيه خارج اللقاء. طبعا انا زي ما بقول لكم مهم جدا كل اللقاءات الخاصه ليك في ارضك تاخد الثلاث نقاط الخاصه بهذه المباراه. اما بقى خارج المباريات فانت عندك تقدر تعمل نتائج ايجابيه كتير، يعني لو تكسب او تتعادل ده في حد ذاته مهم جدا للنادي الاهلي. لكن خلينا اقول لكم ان احنا النهارده ان شاء الله من خلال المباراه عندنا امل في لعبتنا، عندنا امل كبير جدا في الشكل حتى الاداء يختلف. كابتن حسام البدري اكيد من خلال المحاضرات الفنيه، من خلال وجود اللاعبين، واكيد هم عندهم اهلهم، عندهم صحابهم، عندهم جماهيرهم اللي بيقابلوهم في الشارع، عمليه التحفيز دي موجوده وفي عمليه استنفار كبيره جدا من خلال طبعا الجمهور، ويمكن زعلوا الفتره اللي فاتت، لكن انا متاكد ان شاء الله ان اللعيبه حاسه بالموقف الحالي واهميه اللقاء. نتمنى ان شاء الله ان دي تبقى بدايه البطوله التاسعه للنادي الاهلي. ده زي ما بشوفكم ده المنضم حديثا زي ما انتم شايفين كده باكا، اللاعب المميز، اللاعب السريع اللي بيعتمد عليه كابتن حسام البدري، واللي اتكلم عليه ان وجوده في القمه الافريقيه نتيجه اصابات عديده دخلت في الجزء الهجومي، وان كان هو كان واحد من اللاعبين المميزين في مباراه الاسيوطي، وان كان قبل كده ايضا كان لاعب مميز جدا كنا بنشوفه في المباريات الوديه او حتى لما بينزل في الدوري الممتاز بيأدي دور مميز جدا وبيحرز اهداف. ويمكن واحنا بنتكلم على السرعات اللي احنا فقدناها من خلال وليد ازارو في الجزء الامامي، عندنا دلوقتي صلاح محسن، عندنا باكا يقدروا يشتغلوا عليها. هل مين كابتن حسام البدري هيختاره يبقى متواجد بجانب وليد سليمان او احمد حمدي ومروان محسن؟ هنشوف ده من خلال طبعا الجزء الفني، واكيد مع كباتن مصر اللي هيكونوا متواجدين كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن بعد الفاصل. لكن خلينا نروح الاول للقاء مع زميلنا محمد سعيد ولقاء مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي، وكلام كتير عن هذا اللقاء. طبعا كابتن عبد الشافي واحد من المديرين الرياضي او هذا المركز الجديد بالنسبه للنادي الاهلي والشكل الجديد او الوظيفه الجديده في النادي الاهلي، المدير الرياضي وهندله كل شيء داخل كره القدم وجهاز كره القدم من خلال كابتن عبد العزيز عبد الشافي، ولقاء مهم جدا مع زميلنا محمد سعيد. شكرا ليكم، وبالتاكيد احنا هنا داخل فندق الاقامه متابعين للمعسكر المغلق لفريق النادي الاهلي والاستعداد لمواجهه الترجي التونسي في اولى المواجهات الافريقيه اليوم في دوري المجموعات. مباراه هامه جدا الاهلي يستعد لها في هذه الظروف الخاصه، لكن بالتاكيد في هذه اللحظات يسعدني ان يكون معي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي لقطاع كره القدم بالنادي الاهلي. كابتن زيزو، اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي من خلال الاستوديو التحليلي قبل المباراه. لكن مباراة الأهلي والترجي لها طابع خاص، مواصفات خاصة، مباراة دور المجموعات تختلف عن الأدوار النهائية، لكن كابتن زيزو أولا شايف المواجهة إزاي في ظل الظروف الحالية والبداية الأفريقية، لأن الأهلي بالتأكيد خلال الفترة القادمة بيسعى للبطولة الأفريقية بشكل مختلف عن المراحل السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بحييك يا محمد وبحيي الاستوديو واللي موجودين فيه، وانت عارف طبعا المواجهات بتاعتنا بشكل عام كمواجهات مصريه تونسيه او شمال افريقيا دايما بتتسم بالحماس والنديه وتقارب المستويات، فدايما بيبقى فيها يعني مستوى التحدي بيبقى عالي جدا بالنسبه لنا. اعتقد ان مباراه مهمه قوي النهارده لانها بدايه، واتمنى انها تبقى نهايه للمرحله اللي فاتت القريبه قوي اللي احنا مرينا بيها الاسبوعين اللي فاتوا، واحنا باذن الرحمن يعني ولادنا قادرين دايما على تخطي الامور اللي زي ديت الصعبه. البدايه طبعا بتبقى صعبه خاصه لما تبقى مع فريق مرشح زيك بالظبط ممكن للنهائي او للبطوله لانه فاز بيها قبل كده زينا، فبتبقى هنا فيها صعوبه كبيره جدا. أنا أتمنى المباراة طبعا إن شاء الله نحقق الهدف الأساسي منها إن احنا نتخطاها ونأدي مباراة جيدة ترضي الجماهير بتاعتنا ونتعامل معاها بالشكل اللي هو المناسب ليها، لأن مثل هذه المباريات بتبقى عايزة حكمة في التعامل معاها، فنتمنى إن احنا نوفق في هذا بإذن الله النهاردة. وفي الأول وفي الآخر يعني نبتدي بداية إيجابية إن شاء الله. حسابات المباراة هي بثلاث نقاط،
تختلف تماما عن مواجهه دور الثمانيه خلال العام الماضي. البدايه كابتن زيزو شايفها ازاي؟ وانت مهمك تاخد بالتاكيد ثلاث نقاط ومباراه على ارضك، لان ثلاث مباريات على ارضك تسع نقاط مهمين، لكن حسابات مباراه دور المجموعات عشان الجمهور برضو يبقى عارف الماتشات الافريقيه او المباريات دور المجموعات بتختلف تماما على الادوار النهائيه. اكيد طبعا نقط مهمه قوي، عشان كده انا قلت كلمه حكمه، احنا محتاجين نتعامل معاها بحكمه فنيه وحكمه فيها نوع من التعامل المناسب لظروف 90 دقيقة، دي مهمة جدا. فدي نقطة. النقطة الثانية، المباراة مش بثلاثة بونت من وجهة نظر الشخصية، المباراة ديت بستة بونت، لأن أنت بتلاعب فريق مرشح زيك بالظبط. لو أنت قدرت أن أنت تتخطى النهاردة، دي بتمثل بالنسبة لي أنا نسبة 30% من فرصة الصعود للدور اللي جاي. فمن هنا بتيجي الأهمية بتاعتها، واتمنى ان احنا ان شاء الله يعني نعديها. قائمه الفريق اصبحت دلوقتي 26 لاعب، احنا متاح لينا اربع لاعبين خلال الفترات القادمه، لكن اذا حبيت يعني حسب الشروط واللوائح، اذا حبيت تأييد لاعب من القائمه المحليه في التوقيت الحالي اوكي، لكن الاستخدامات خلال الفتره القادمه اعتقد مش هتلحق الا بعد فتح القيد من البطوله الافريقيه، لان الجمهور محتاج يعرف، لان قيد باقة الناس كانت تسالت، كانت عايزه تعرف المعلومه طريقه القيد بتبقى عامله ازاي في الفتره الحاليه. كابتن سيسو، في الفتره اللي احنا فيها دي مسموح لنا يعني نأيد اي حد من الاربعه اللي احنا عايزين نأيدهم، فاحنا عندنا فرصة كويسة، والنظام اتغير شوية عن الفترة اللي فاتت ديت، بحيث ان المرحلة الجاية نقدر نسجل اللي احنا عايزينه طالما في الحدود اللي هي متبقية، اللي هي الاربعة اللي بعد 26. فبقى لما دخل يعني دخل في الوقت اللي هو اللي مسموح لنا بيه يعني، فربنا سهل الفترة الجاية دي ان شاء الله نشوف بس الاضافات اللي ممكن نضيفها ايه ونقدر نضيفها ان شاء الله، بس اعتقد هيبقى بعد الماتش التاني بتاع أوغندا بإذن الله تعالى. الموسم بيقترب كابتن زيزو، ملف الإعارات والاستخدامات والمراحل القادمة، أعتقد كل ده بعد مباراة المصري عندك مساحة من الوقت، معسكر القادم، فترة الإعداد، عندك شهرين، أعتقد ما تقرروش أو ما حصلش الموقف ده من أكثر من سنة أن الأهلي يستعد للمرحلة القادمة. لسه لغاية دلوقتي ما يمكن غياب الكابتن محمود الفترة اللي فاتت ديت برضو قلل كتير قوي من اجتماعات اللجنة الفنية، وبالتالي في حاجات اتأخرت شوية نسبيا، فهنبدأ الأسبوع ده إن شاء الله من يوم الأحد هنبدأ بالأكاديميات على أساس أنها انتهى الموسم بالنسبة لها، وبعدها بأسبوع هنبتدي في بالنسبة لقطاع الناشئين أو كام يوم يعني، وبالتالي هنخش على الفريق الأول إن شاء الله واحتياجاته والظروف بتاعته إيه اللي احنا محتاجينها، بحيث أن التقييم دايما بيبقى بعد نهاية الموسم الخاص بكل قطاع، فإن شاء الله يعني تباعا كده من يوم الأحد هنبتدي نتعامل مع ملف كل قطاع إن شاء الله. ده يمكن كلام كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي، اللي كلامه عن اهميه هذا اللقاء وان محتاج حكمه فعلا، هذا اللقاء محتاج حكمه. ممكن تكون انت في ظروف صعبه عايز مستعجل على الفوز، لكن امام فرق كبيره زي الترجي وبطوله كبيره زي بطوله افريقيا الوضع بيبقى مختلف، انت ما بتلعبش في الدوري الممتاز، ما بتلعبش في كاس مصر، الامور محتاج هدوء وتنظيم وتنفيذ تعليمات المدرب بحذافيرها، خصوصا امام فرق كبيره زي الترجي. ده اللي يمكن كابتن عبد الشافي بيقصده من هذا اللقاء، لكن ان شاء الله احنا عندنا امل في لعيبتنا، لان احنا عندنا الوعي التكتيكي بالنسبه للاعبين عالي جدا، عندنا لعيبه بتعرف تنفذ مهامها بشكل كبير، عندنا لعيبه على مستوى عالي مهاريا كمان وفنيا وبدنيا كمان، يقدروا ان شاء الله ينفذوا كل اللي يطلبه كابتن حسام البدري. ويتكلم كمان على جزئيه وجود كابتن محمود الخطيب في التوقيت ده مهم جدا، لان الفتره اللي فاتت عدم وجوده الى حد ما كان في حاجات متاخره خاصه ببعض الامور الخاصه بجهاز كره القدم والفريق، الامور دي طبعا هتتحل بشكل كبير في ظل وجود كابتن محمود الخطيب. خلينا بس اقول لكم التشكيل الخاص بفريق الترجي اللي هو خلاص ده التشكيل الاساسي، قبل ما اروح واستقبل ضيوفي في الاستوديو طبعا وكلامنا الفني عن هذا اللقاء. في حراس المرمى معز بن شريفه، من في خط الدفاع سامح الدربالي، حسين الربيع وشمس الدين الزوادي وخليل شمام، ده خط الدفاع. خط الوسط محمد علي منصر وفرانكوم وكوليبالي وانيس البدري، اما خط الهجوم هيثم الجويني وطه ياسين خنيسي. ده بالنسبه لتشكيله فريق الترجي التونسي، لسه طبعا هنكون معاكم من خلال نجومنا في الاستوديو وهيجي لنا تشكيله فريق النادي الاهلي، نقدر نتكلم على تشكيل الفرقتين من خلال تواجدهم، لكن خلينا نروح لفاصل واستقبلهم هنا في الاستوديو، ان شاء الله يكون يوم جميل، يوم نصر بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله.
شايف المباراة بإذن الله كابتن حسام البدري هيقدر يتعامل معها، لأنه بيتعامل مع المواقف الصعبة. معدن الأهلي بيظهرش غير في المواقف الصعبة. إن شاء الله بإذن الله الفوز هيبقى حليفنا، وإن شاء الله هنكسب يعني 2-0 بإذن الله تعالى. إن شاء الله مباراة صعبة، والنادي الأهلي نادي كبير، ومعودنا دايما إن هو بيمر من خلال المواقف الصعبة وبيعبرها وبيحقق نتائج كويسة. ده اللي احنا بنتمناه للنادي الأهلي في ظل الإدارة الجديدة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. فبنتمنى إن شاء الله بأمر الله تعالى إنه النتائج السلبية في الماتشين اللي فاتوا دول يتجاوزوها ويحققوا نتيجة ترضي جماهير النادي الأهلي. أنا أتمنى طبعا إن احنا نطوي الصفحتين اللي فاتوا ورا ظهرنا، ودي طبيعة النادي الأهلي، ما فيش حياة بتقف. أوكي، بناخد عزمنا مرة تانية، بناخد قوتنا مرة تانية. بيبو جي تاني، قعد في التمرين مبارح مع اللعيبة، خد بعزمهم، قوى من قوتهم وشد من أزرهم. وأتمنى أن إن شاء الله إن شاء الله هيكون ماتش جميل موفق للنادي الأهلي، وأتمنى أن ننسى اللي فات. أتوقع أن ربنا يوفقنا وتبقى بداية في دوري المجموعات كده حاجة تفرحنا وتشيل الغمة اللي احنا فيها اليومين دولت. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير بإذن الله. الأهلي هو نادي المواقف الصعبة، والأهلي يصحو تماما كلما ازدادت المواقف صعوبة. وإن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى الأهلي هيؤدي مباراة من أحسن مبارياته، وهتشوفوا هذا الكلام ومدى إحساس لاعب النادي الأهلي. كان طبعا فريقنا وهو باقامه والطريقه ان شاء الله لملعب اللقاء استاد الجيش ببرج العرب. كان في لقاءات طبعا مع جمهورنا الكبير والعظيم اعضاء النادي، وايضا جمهور النادي الاهلي وثقته الكبيره في فريقه. على فكره ده شيء مهم جدا، وده اللي بيدي الدفع للاعيبه، يعني بغض النظر عن اي شيء اللي كان حصل الماتشين اللي فاتوا، لكن بص كلامهم على الماتشين، بص كلامهم على قيمه النادي الاهلي، واللي هو في المواقف الصعبه بيختلف تماما. ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله من خلال اللقاء اليوم. خليني اقول لكم قبل ما ارحب بضيوفي تشكيل فريق الترجي مره اخرى. معز بن شريفية وده في حراس المرمى، واما من اليمين الشمال سامح الدربالي وحسين الربيع وشمس الدين الزوادي وخليل شمام خط الدفاع. في وسط الملعب محمد علي منصر وفرانكوم وفوسيني كوليبالي وانيس البدري. اما في الامام وجزء الهجومي في هيثم الجويني وطه سين خنيسي. ده بالنسبه لتشكيل فريق الترجي. بعد قليل هيكون معنا تشكيل فريق النادي الاهلي، لكن خليني ارحب بنجوم مصر ونجوم النادي الاهلي لتحليل المباراه قبل وبعد اللقاء ان شاء الله. كابتن شريف عبد المنعم، برحب بك كابتن شريف. مرحب بك فاروق، نور كابتن، كل التوفيق ان شاء الله. ايضا كابتن مصر كابتن النادي الاهلي كابتن ربيع سين، برحب بك كابتن ربيع. اهلا كابتن محمد، نور وموفق ان شاء الله. كابتن مصر كابتن النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن كابتن منور، اهلا كابتن محمد. ان شاء الله كابتن، كل التوفيق لينا. خلينا قبل ما نتكلم على الجزء الفني في هذا اللقاء نروح نشوف تقرير عن هذا اللقاء ومواجهه الفريقين، طبعا بشكل كبير فريقين كبار في القاره الافريقيه.
المارد الأحمر ونادي القرن الإفريقي النادي الأهلي على موعد جديد اليوم مع بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا التي يدخلها هذا الموسم بحثا عن اللقب التاسع له لفرض زعامته وسيطرته وهيمنته على عرش القارة السمراء، حيث تتجه أنظار عشاق ومحبي النادي الأهلي عند التاسعة مساء اليوم صوب أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية، حيث المواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي في مستهل دور المجموعات دوري رابطة الأبطال الإفريقي التي يأمل الأهلي في الفوز بها والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية. استعد الأحمر جيدا لمواجهة اليوم بمعسكر مغلق بالأسكندرية لمدة 48 ساعة للابتعاد بلاعبيه عن أجواء القاهرة عقب الخروج من بطولة كأس مصر على يد الأسيوطي. يسعى البدري من خلال المواجهة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في آخر مبارتين وتفادي تكرارها أمام الترجي، خصوصا أن الفوز على بطل تونس سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال تلك المواجهة. حرص المدير الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية خلال التدريبات الأخيرة، ووضح من خلال التدريبات الأخيرة أن البدري سيعتمد على خبرات لاعبيه لحسم المباراة. على الجانب الآخر يرفع لاعب الترجي شعار التحدي لصاحب الأرض والجمهور، يعول جهازهم الفني على تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام عملاق وبطل القارة السمراء، خصوصا في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الأحمر. حرص الجهاز الفني للترجي على مشاهدة آخر مبارتين للأهلي أمام الزمالك والأسيوطي للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، فكل التوفيق للمارد الأحمر في استعادة عافيته اليوم وحسم المباراة لصالحه لمصالحة جماهيره، وتأكيد على أن الأهلي قد يمرض لكنه أبدا لن ولم يمت، لأنه الأهلي بروح الفانلة الحمراء. في الحقيقة روح الفنانة الحمراء النهاردة هتفرق بشكل كبير كابتن شريف، واحنا كنا بنقول تشكيلة الترجي النهاردة خلاص اعلنها طبعا المدير الفني لفريق الترجي. يعني ما ينفعش ان احنا قبل ما يجينا اللقاء كده او التشكيلة تقدر تقول لي تشكيلة النادي الاهلي المتوقع. انا عايز اخش على طول سريعا في اللقاء والجزئية دي لان مهم جدا كباتن المصري يبقوا يقولوا لنا التشكيلات اللي ممكن كابتن حسام بدري يفكر فيها النهاردة. والله كانت فاروق ما فاجئتنيش ولا حاجه. لا كلنا بنفكر في نفس الفكره. لان طبعا كلام كتير. انا دلوقتي يعني دقيقتين ولا ثلاث دقايق هيجي لي التشكيل يمين، اعرف توقعات كابتن شريف قبل طبعا ما كل الناس طبعا بتتمنى ان بيبقى في القوام الاساسي موجود، ولكن احد المشاكل اللي حصل اليومين دول اللي الناس مش عاجبها النتائج، مش عاجبها اللي حصل. انا كل عايز اقوله ان الاهلي في موسم واحد خد ثلاث بطولات كبيره قوي، اثنين دوري واحد كاس، كويس. انما انت لما بتقابل ست سبع لعيب اساسيين مش موجودين اصلا، ده غير الاعارات اللي خرجت. فاحنا النهارده لازم كلنا نؤازر لعيب النادي الاهلي والجهاز الفني بتاع النادي الاهلي ان هو يخرج لنا من المباراه دي بالفوز ان شاء الله، وفوز كبير باذن الله ان شاء الله. عندك محمد شناوي طبعا من الناس اللي هي مستواها ثابت اليومين دول وترشح لمنتخب مصر كمان، فانا شايف ان الشناوي هو اللي يمكن يحرز المرمى، واحمد فتحي، وما اعرفش عوده سعد سمير دي سليم ولا ايه بالظبط. ادام حطه في التشكيل فاكيد هو هيلعب يعني في القايمه، مش هيحطه احتياطي يعني. فيبقى سعد سمير وايمن اشرف وصابر رحيل. هل هو هيلعب برضو بنفس الشكل بتاعه اللي هو حسام عاشور وعمرو السوليه، الشكل اللي احنا بنتكلم عليه 4-2-3-1؟ لو في جاهزيه حسام عاشور وعمرو السوليه مع بعض خلاص، يبقى هو بيحب الشكل ده، وخاصه في المباريات الكبيره الدوليه اللي هي زي مباراه الترجي اليوم. بيبقى ليه انياب وليه اسماء حتى الترجي عارفينهم. يعني يبقى عارفين ان في قوام كبير، انياب كبيره للنادي الاهلي واسماء موجوده في الملعب برضو. الحاجات دي بتعمل برضو خاصيه شويه دفاعيه من فرقه الترجي وشويه هجوميه لينا وعلى ارضنا ونقدر نستغلها يعني. قدامهم بقى هنا الشكل اللي الناس كلها شايفه. انا شايف النهارده وليد سليمان واحمد حمودي وباكا، الثلاثه دول في مكان واحد بافضليه طبعا وليد سليمان، هو اللي كان موجود في الفتره اللي فاتت دي، وهو الاساسي اللي بيلعب وبيدي على الاقل 70 دقيقه بمجهود وافر جدا. واعتقد النهارده برده قدام الترجي
وليد سليمان معروف يعني برضو يمكن يهز بعض الخطوط طبعا من الترجي طبعا يعني زي ما بقول نجمهم عالي جدا في لقاءات الترجي اللي في المسلسل. النص بقى هيبقى احمد حمدي وده هيجربه كتير ولا هي قول لي التشكيله هيكمل انا النهارده انا عشان اقول لك تشكيله بقى انا معهم دلوقتي في الاوضه يعني فانا خلاص انا هقول وليد سليمان واحمد حمدي انا و ما هو برضه باكا موجود عندك ما باكا مش مدين الحريه اختلق واحد منهم انا بقى عايز العب ميدو جابر وليد سليمان و احمد حمدي تمام وصلاح محسن ومروان محسن اثنين يا كابتن واثنين يعني أربعة اثنين ثلاثة ومروان محسن هم 4-2-3-1 كابتن ربيع توقعاتك للتشكيل قبل ما يجي لنا برضه بما اننا نعرف رايحتك. هو التشكيل بامر الله مهم جدا ان خبرات كابتن حسام البدري النهارده في بالتشكيل اللي اقدر اديه المباراه كويس محمد مهم جدا جدا. بالك في الترابط مهم جدا في الفنيات في الايجابيات النهارده ايجابياتنا لازم تكون اكثر من سلبياتنا بامر الله لان النادي الاهلي لما بيبقى في سلبيات بيبقى في نتيجه في اداء في اهتزاز في نتائج احنا مهم جدا على الثلاث نقاط عشان نحصل ان شاء الله بفضل الله وتوفيقه ثم الايجابيات اللي موجوده في سرعه اللعب في الريتم في الايقاع في الجري الكتير في التحرك في التمرير في انهاء الهجمه في نسبه الاستحواذ الكبيره اللي بتبني عليها فمن هنا يجي التشكيل لانه بيلاعب فريق عنده امكانيات عنده برضه فرديات عنده خبرات كبيره جدا ودايما الترجي في مصر دايما بيبقى ند للنادي الاهلي صحيح بالك الشغل كابتن السنه اللي فاتت النتيجه الايجابيه بس بس من الحمد لله احنا دايما بفضل الله هو بيتعبنا هنا ونروح نكسبه صحيح ان شاء الله يا كابتن يبقى سنه جميله على يا رب ان شاء الله بدايه موفقه وبدايه مهمه جدا بامر الله تعالى وربنا يوفقهم ان شاء الله تعالى محمد الشناوي احمد فتحي سعد سمير ايمن اشرف علي معلول لو جاهز 100% علي معلول مهم جدا ودوره مهم جدا جدا وهو كان له دور كبير فعال وايجابي بفنياته العاليه في الماتش اللي هناك وسجل هدف وصنع هدف في الماتش بتاع 2-1 اللي هناك خبراته مهمه جدا ده باك ليفت منتخب تونس مهم جدا وجوده في الماتشات دي السوليه طبعا هو حسام عاشور يعني ما عندناش مش هيقدر يدفع غير حسام عاشور الا بقى لو في حاجه ثانيه النهارده وليد سليمان انا ارشحه في العمق النهارده لان عاوز اوصل العمق النهارده ممكن يظبط العمق بالظبط النهارده ويوصلني بخبراته الكبيره وفوقانه وسرعته ومهارته هو اللي ممكن بيعمل لي ترابط وليد سليمان في العمق تمام بالك يا ريت ان انا بقى يعني لما غيرته في الماتش اللي فات عمل لي سرعات انا النهارده محتاج سرعات محتاج جناب محتاج اطراف محتاج جري كتير محتاج بالعرض ده مهم جدا هيعمل اهتزاز في خط الظهر بتاع الفريق المنافس ويفركش في فرقه انما لما بيتقفل عليا في الاطراف انا برده عاوز افتح صخرات في خط ظهر المدافع محمد عشان اروح بيها واسجل بيها الاهداف فمن هنا بقول باقة يا ريت تبتدي بيه لعيب كويس لعيب سريع وخاصه انه عرفوا قيمته وسجلوه فده مهم جدا وهو كويس سريع جدا وعنده ميزات كويسه بيعدي وعنده اختراق وعنده جرى وعنده كور عرضيه في الشمال انا بقول ان يعني ميدو جابر هو مشي فتره كبيره جدا وكان كويس وكان جاهز وموجود وهو اكثر خبرات من ناس كثيره جدا وفي الصوره فاديله الماتش التقيل ده اديله هيلتزم ميدو هجوميا ودفاعيا واديله الجرأه واشوفه برده لان ما ينفعش ميدو جابر يبقى مصنوع للدوري العام بس لا افريقيا لازم يبقى دور وتعاقدت معاه واخد بالك وليه دور وممكن خبراته الكبيره تبقى موجوده النهارده باذن الله تعالى راس حربه صريح محسن مروان محسن مروان مش صلاح لا مروان محسن كابتن عادل شوف انا هكلمك مبدئيا ان الترجي اخطر خطوطه الايام دي في نص الملعب الترجي يمكن لعب الجزء الخطوط الاقوياء كابتن القوي بالنسبه الترجي لعب ثلاث مباريات في الدوري التونسي اخر مباراه كان بيلعب البنزرتي كسب 3-2 البنزرتي كان مباراه قويه وعنده كسبان الثلاث مباريات وعنده 9 بونت يعني في مرحله هو بدايه موسم واحنا مرحله نهايه موسم فكم الجري بتاع الترجي هيبقى اكتر منك لانه هو مرتاح اكتر منك فانا علشان كده بقول لك انه النهارده تشكيل النادي الاهلي لازم يبقى فيه تغير في سيستم حاجه بسيطه. ليه؟ احنا كان عندنا مشكله في الحته الاماميه في صناعه اللعب. انت ممكن تتغلب عليها انك انت بدل ما تلعبها 4-2-3-1 تمام؟ انت تلعب 4-3-3 يعني انت ان انت تتغلب عليها بطريقه مش بلاعب لان انت مش هتعوض عبد الله.
في الحته اللي تحت المايه. من وجهه نظر مهمه جدا يا كابتن انت بتقولها. مش هتعود عبد الله. يبقى انت لازم تغير الطريقه. بمعنى ايه؟ المعركه النهارده الحقيقيه في اللعب في نص الملعب. انا بقول ان احمد فتحي وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول لو سليم 100%، لو عنده شك في اصابه يبقى صبر الرحيل. يعني الشك ان هو يلعب يا كابتن، يبقى في صبر الرحيل. في الثلاثه في وسط الملعب من وجهه نظري عشان المعركه بتاعت نص الملعب، يلعب هشام محمد ويلعب حسام عاشور ويلعب السوليه. ليه؟ علشان انت عندك خطورتهم في فرانك كوم وكولوبالي وانيس البدري ومحمد علي منصر، وبينزل هيثم الجويني، بيبقى كتير في نص الملعب، عندهم خطوره في الحته دي. علشان كده انا بقول لك بنلعب بثلاثه، الثلاثه اللي قدام لازم يبقى فيه سرعات، لان خليل شمام من افضل اللعيبه هجوميا، علشان كده لازم واحد زي باقه يكون موجود علشان يهاجم وعنده سرعات باقه يوقفه. خليل شمام من اكتر اللعيبه في فرقه الترجي سرعات على قدام، بيلعب على قدام على طول، هداف كمان، يمكن جاب احرز اكتر من هدف. واللي في الوسط بيبقى مروان محسن، والناحيه الثانيه يبقى وليد سليمان. والثلاثه اللي عندنا بتوع نص الملعب هم اللي هيبقوا رمانه الميزان بتاعتنا. ما نستعجلش المكسب، احنا بنلعب في دوري مجموعات، يعني الجون زي كل زي كابتن هو ثلاث نقاط. احنا في ظروفنا من وجهه نظري ان انا العب على اني اكسب بس بارتياحيه شويه، بلاش الاندفاع. عشان كده انا بقول لك من وجهه نظري انا انه ده يحصل. طيب احنا بنتكلم على الجمهور طبعا مهم جدا ودوره، يعني حته الاستعجال. ما كملش التشكيل. لا هو قال قلت مين راس حربة مين؟ وانا بس قلت مروان محسن وباقة و ثلاثه ثلاثه. عايز اغير انا مروان محسن، هحط انا صلاح محسن. انت عايز ترجع تاني؟ انا هحط صلاح. جالي قال لي العب صلاح محسن. طيب سبب يا كابتن انت تحط صلاح؟ انا حاسس ان صلاح محسن اخف، يعني مروان بقاله فتره تقيل في الحته دي ويلف انا حاسس ان الولد سرعات مثلا كابتن. انا محتاج النهارده الشكل بتاع ازارو شويه في السرعات في يبقى لعيب خفيف قدام ياخدني يشدني لقدام. ان انا مع عادل طبعا نفسنا نغير ثاني الوقت. سامح لكابتن حسام بدري كابتن ربيع ان هو انا نفسي يلعب 4-4-2 بس. من وجهه نظر يا كابتن عادل جزئيه التغيير ما عنديش وقت اغير يا كابتن، مش محتاجه لان لعيبه الاهلي هم يدوروها جوه عندها قدره تكتيكيه ووعي تكتيكيه. معلش يا كابتن محمد بعد اذنكم انا هقول كلمه، التغييره في الافراد وليس في السيستم بس كمان. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت السوليه بقاله 4-5 مباريات دائما الاندفاع لقدام، فانا ممكن السوليه اللي يلعب في الحته دي ويرجع يدافع، لاني عندي هدف من اني اكمل اقوي نص الملعب علشان لعيبه الترجي من اللعيبه الكويسه اللي بتلعب خارج ملعبها دائما هجومي. الناس بتوع نص الملعب هم اللي بيمسكوا نص الملعب كويس وعندهم حته المرتده بتاعتهم كويسه. عشان كده انا مش بقول يغير سيستم اللعب لان الوقت ضيق، لكن انت لما بتلاقي انك انت عندك لاعب بتلعبه في المكان بتاع عبد الله السعيد ما بيديلكش انتاج كويس، يبقى انت تنزله وتشيل وهشام محمد يعوضها في نص الملعب. السوليه هيطلع قدام لو شكل الاسيوطي اللي هو بيدافعك لورا. هل النهارده الترجي ده هيلعبك لورا ولا زي ما انت بتقول عنده النزعه الهجوميه؟ خالد بن يحيى دايما يلعب دفاعي. هنا بيحدد لنا شكل اللعيبه بتاعتنا وطريقه اللعب. انا ممكن العب ب 4-2-3-1، انما الشكل اللي الترجح يجبرني عليه تلاقيه بيلعبنا 4-3-3، بيلعبنا 4-4-2، هو اللي بيخلي اللعيبه بتنزل وتسقط ومش قادره تتقدم. فعشان كده احنا النهارده تحفيز التغيير زي ما احنا قلنا زمان ان الاهلي هو اللي بيدور الملعب من جوه، زي ما انت كنا بنتكلم انا وانت بنتفق ان ممكن انا اطلع باك من ورا في التغييره واحطه في نص الملعب وابقى مش محتاج الاربعه اللي ورا عندي وازود نص الملعب واكبس على في الترجي. صحيح. هو انا عايز بس اقول حاجه واحده، احنا سلاحنا النهارده قبل الاسماء وكل حاجه ده متروك طبعا الجهاز الفني، الضغط على فرقه الروح طبعا كانت مهمه جدا، الروح هتفرق جدا واحساس اللعيبه ان هم متاخرين قدام الجماهير بمباراتين بس كده. انا مش عايز عمليه الضغط دي تبقى على اللعيبه كابتن، ضغط على فرقه الترجي. لا احساسهم بالجماهير الترجي من الفرق يا كابتن فاروق، من خلينا بس كابتن زميلنا محمد سعيد ولانه معايا على الهاتف هيقول لي طبعا بعض الامور الخاصه في استاد الجيش برج العرب، موجودة طبعا وجود الجماهير وايضا تشكيلة فريق الترجي، وان كان معاه تشكيلة فريق الاهلي اللي لسه لغاية دلوقتي ما طلعتش، هنشوفها هي هتكون مع محمد ولا لا. محمد مساء الخير عليك، اتفضل يا محمد قول لي. مساء الخير كابتن محمد فاروق، اهلا بيك وبنشوف القرار كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع ياسين كابتن عادل عبد الرحمن. يمكن سريعا
أكد عليك ومعاك تشكيل فريق الترجي التركي في حراسة المرمى معز لينا شريفية في الدفاع، ظهير أيمن باهي، ظهير أيسر خليل شمام، اثنين مساكين حسين الربيع شمس الدين الزواتي، في ثلاثة في وسط الارتكاز فرانكو وسيم كوليبالي أنيس البدر، أمامه اثنين هاف رايت هيثم شنويني ومحمد علي منصور هايت باهيت، وفي الهجوم طه ياسين الكنيسي. ده الصورة والشكل وتقييمة وتشكيل فريق الترجي التونسي اللي تم إعلانها حالا من خلال الجهاز الفني بقيادة خالد الدين يحيى المدير الفني لفريق الترجي التونسي. الاتحاد التونسي بالقاهرة يمكن وصل هنا إلى استاد برج العقرب ومتواجد دلوقتي، كان متواجد في أرض الملعب، كان بيتابع بالتأكيد دخول الجماهير التونسية، وكان في عدد كبير جدا من جماهير الترجي التونسي متواجدة في الدرجة الأولى يمين المقصورة الرئيسية متواجدة لمساندة فريقها. يمكن تم الاتفاق والتنسيق على دخولهم بجواز السفر بين الأهلي والترجي في الاجتماع الفني. أيضا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي ما يقترب من حوالي من 7 إلى 9000 متفرج، يعني في الحدود دي يا كابتن فاروق اللي ما وصلناش للعدد اللي تم طرح بيه التذاكر فيه على الإنترنت أونلاين، لأن للأسف يعني تم حد حوالي من 80 إلى 95% من قيمة التذاكر وحجز التذاكر، لكن ما يقترب من حوالي 9000 متفرج من جمهور النادي الأهلي متواجد في استاد برج العرب. جمهور يعني تأكيد بشكل جيد، فريق الترجي وصل متأخر ويمكن وصل حوالي عايز أقول لك بالضبط كده من 10 دقائق، يعني كان المفروض حتى بالاجتماع الفني انه يوصل قبل 7:30. هو اول ما وصل يا محمد ادى السكور شيت للحكم ولا كان اصلا معلن عنه وان هم في الفندق؟ الزملاء الاعلاميين في التونسي كان حصل على التشكيل بشكل رسمي من الجهاز بالظبط كده، لان هو معانا من قبل ما يجي بالفعل يا كابتن فاروق من خالد بن يحيى في فندق الاقامه، وكان في تعاون بيننا وبين الاعلامي التونسي فتم اعلان التشكيل منذ فتره، لكن اول ما وصلوا السكور شيت الرسمي لفريق الترجي خدناه، انا خدته يعني انا خدته بشكل رسمي في الملعب من الجهاز الفني وتحديدا من مجدي فراوس مدرب الفريق عشان اعرف بالظبط تبكيس مراكز او وضع اللاعبين في ارضيه الملعب. لكن بالنسبه لتشكيل فريق النادي الاهلي وانا معاك دلوقتي حالا لسه ما طلعش بشكل رسمي، يمكن بعد اقل من حوالي 10 دقائق هيكون معايا التشكيل الرسمي لفريق النادي الاهلي. وفي هذه اللحظات انا معاك كابتن فاروق، كابتن حسام غالي حاليا متواجد في استاد برج العرب داخل الى ارضيه الملعب، وكان حريص النهارده ان هو يتواجد مع اللاعبين قبل المحاضره، حضر النهارده بعد العصر مباشره وكان متواجد مع اللاعبين والفريق للاطمئنان وشد بالعذر اللاعبين، وبالتاكيد وجود الكابتن حسام غالي ككابتن للفريق والخبرات الكبيره والكثيره في البطولات العديده حرصه انه يكون متواجد النهارده مع الفريق، وحاليا هو في ارضيه استاد برج العرب الكل بيتاهب لبدايه المباراه من خلال المراقب اللي دلوقتي بيامن بالضبط على الاجراءات التنظيميه المتعلقه. محمد القزاز الحكم المغربي الدولي السابق هو حاليا مراقب المباراه، يقف بيطمن على الاجراءات والترتيبات التنظيميه المتعلقه بالفريقين، وايضا بيطاقم التحكيم اللي كان متصف بالامس على غرفه خاصه بيه هيكون متواجد فيها، وحرص طاقم التحكيم السنغالي ان هو يعني ينفذ نفس الشروط اللي طلبها في الاجتماع الفني الفريقين يكونوا في اي من غرف الملابس، وايضا بالنسبه لطاقم التحكيم المكان اللي هيكون متواجد فيه، ويمكن طاقم التحكيم في الغرفه المجاوره لغرفه نادي الترجي التونسي، لكن في الجهه المقابله غرفه تفريق النادي الاهلي وبجوارها الغرفه اللي هيتم فيها كشف المنشطات عقب نهايه المباراه. هتكلم ان شاء الله معاك كابتن فاروق، يكون معانا تشكيل الاهلي الرسمي الاساسي والبدلاء باذن الله. وصل يعني بعد قليل هيكون معاك يا محمد، خلاص احنا منتظرين التشكيل الرسمي منك. انا بشكرك يا محمد، وان كنا بنقول ان كلامي في الوقت الحالي هيكون على الترجي يا كابتن، لان يهمني اتكلم عليه اكتر، جزئيه فريق الترجي احنا شفناها السنه اللي فاتت بيعتمد فعلا زي ما انت بتتكلم كابتن عادل على وسط ملعب الجزء الهجومي اللي هو الاقوى عنده، يعني على حسب ما احنا شفناه السنه اللي فاتت كابتن شريف، لكن انا بتكلم على اثنين لعيبه مميزين جدا ودول اللي ظهروا امام النادي الاهلي العام الماضي، فرانكوم وكوليبالي، دول تعبوا كتير قوي فريق النادي الاهلي هنا في القاهره كابتن، وكانوا سبب من اسباب النتيجه الايجابيه اللي عملها فريق الترجي هنا مع النادي الاهلي والتعادل الايجابي 2-2 كابتن شريف. والله انت جبت اسم اتنين لعيبه عندهم ثقه في نفسهم وبيتعاملوا فعلا زي ما لعب بره تونس احسن بكتير قوي في الملاعب الخارجيه، بيلاقوا نفسهم وبيلاقوا مساحات يلعبوا فيهم، ودايما انت لما تيجي تلعب فرقه على ارضها الفرقه على ارضها بتبقى مدياك مساحات لانها بتضغط بكل خطوطها، فهم بيقدروا يعملوا الكونتر اتاك، كانوا كويسين قوي بيعملوا شكل الفرقه الترجي في المباراه اللي فاتت، وانت كان عندك سوء توفيق فظيع هنا انك انت خارج حتى من الحكم المباراه برضو وصلك للنتيجه 2-2 دي، لان احنا خارجين كلنا مصدومين في المباراه وحسينا احساس غريب كده ان احنا هنكسب في رز، يعني احنا خارجين قلنا ان شاء الله الفرقه دي ما تكسبناش، يعني
احنا كنا برضو فرقه كان عندك حظ سيء وكان عندك فرقه برضو كان عندك اخطاء كان عندك برضو فرقه جامده جدا بتقدر توصل وبتقدر خطوط عندك متقاربه بتقدر تحس في اي وقت انك انت ممكن تجيب جول انما هي البطوله المره اللي فاتت كانت صعبه في كل دور يعني حتى الماتش بتاع نجم الساحلي اتغلبت 2-1 وجيت هنا كسبت 6 الماتش الوداد انت 1-0 هنا في اول مباراه وكره جت لازارو لو نفتكرها كلها بطن رجله بيحطها بتخلص على الماتش بتخلص على البطوله بتخلص على كلها كان في سوء توفيق بالنسبه لك وكان في برضو الحكام برضو كان لهم حته كده صغيره ما ساعدوناش قوي يعني ما ادوناش حقوقنا اللي هي كامله نتمنى اللي عندك كابتن جوزيه التحكيم بالنسبه للترجي بقى والاثنين اللعيبه اللي انت بتتكلم عنهم ده الحته اللي انا كنت بقول لك عليها كل ما تغطى على استحوذت على نص ملعبك وضغطت على فرقه الترجي ما تسمح لهمش بالباص بتاعهم هم سرعة جدا في الباص وبيلاقوا بعضه عندهم الشيفت بتاع الفراوده بتاعتهم وبيقدر يعمل عمق الراجل فيرود بتاعهم هناك في الاخر وبيستلم بيكونوا هم الخطوط ابتدت تتابع بعض ابتدت تعمل زياده عدديه عليك وخاصه ان انت كنت بتقول لي دلوقتي ان لعيبه النادي الاهلي يعني مش عايزين نقول ان هي مضغوطه لا لعيبه النادي الاهلي مضغوطه كلنا مضغوطين الدنيا كلها مضغوطه وان كنت انا مش شايف سبب كبير قوي غير ان احنا خرجنا من كاس مصر بهذا الهدف وبهذا الشكل انما في ضغطه في احساس من الجماهير حتى ما كانش فيه اقبال على مش عايز اتاثر بس على انا ما فيش حاجه هتاثر هم كلهم حاسين بكده وكل ما انت بتبقى تحت ضغط كل ما بتدي انتاج اكتر صحيح فهي الحته دي ان شاء الله نعديها النهارده وكل التوفيق ونأذرهم باذن الله كابتن ربيع خلينا برده ما زلنا في الترجي الترجي وجزئيه فريق الترجي واقوى الخطوط بالنسبه له سواء بقى احنا بنتكلم خط هجومه وخط وسطه احنا بنتكلم على مجموعه لعيبه عندهم من امكانيات ان هم بيقدروا يمسكوا الكوره يقدروا يطلعوا بالكوره كابتن بشكل جيد عندهم كمان حته الضغط على فريق النادي الاهلي واعتقد ان دي سلاح كان موجود السنه اللي فاتت هل هيستخدموه السنه دي يا كابتن من بدايه اللقاء امام النادي الاهلي هم يضغطوا على وسط الملعب بتاع النادي الاهلي او خط دفاعه ده من وجهه نظرك يكون ايه يا كابتن بص محمد اول حاجه التغيير معنى تغيير لاعب او تغيير يبقى تغيير للايجاب وللفنيات مش معنى ان انا يعني ان انا ما وفقتش في فتره معينه يبقى انا اغير ده اسلوب التغيير بالنسبه لاي مدير فني في العالم باك الايجابيه صرف النظر عن اي حاجه من وجهه نظر الاثنين ان اي شغل دلوقتي بالنسبه لفرق كبيره هو وسط الملعب انت عندك خمسه وموظف خمسه في وسط الملعب احنا دايما معركتنا الحقيقيه الفنيه مع الفريق المنافس هي وسط الملعب بس خلي بالك احنا بفضل الله تعالى كل الاحداث اللي فاتت وكل اللقاءات اللي موجوده بيننا وبين الفريق الترجي التونسي هو 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 فريق بيبقى ند لكن احنا من فضل علينا بنروح في عقر داره وبنستحوذ وبنسيطر وبنضغط وبنخدلك بنعرفه قيمه نفسه في وسط الملعب وبنكسبه في تونس فنيا واخد بالك هو ده قيمه وسط الملعب صحيح. اذا كان هو بيتفوق لازم يتفوق نديه يبقى في نديه وطبيعي لانه فريق كبير يا محمد الكره التونسيه خلي بالك كره متقدمه جدا وكره متحضره وتملك زي مصر بالظبط يملكوا باكين كويس احنا عندنا باك منتخب تونس موجود عندنا واخد بالك وباك رايت موجود في نادي الزمالك لا اقصد ان وسط الملعب هم عندهم اثنين عندهم الخبرات اللي تعبونا فيها هم تعبونا دفاعيا انما هجوميا واخد بالك احنا لا في على مراحل في 90 دقيقه في وسط الملعب التوازن بنفقده بعد الشيء التوازن انما احنا بنمسك عندنا ميزه كويسه جدا يا محمد احنا ممكن خلي بالك كان ممكن ومن حظنا مع الترجي كنا بنوصل للنهائي يعني مفيش تعويض يجي في مصر يعمل نتيجه بتروح هناك بتسيطر بتستحوذ انما الشق الهجومي بيعتمد على افراد طه ياسين الخنيسي ده خبره كبيره جدا الحويني او الجويني هيثم الجويني ده الخامس بتاع وسط الملعب مع الباكين احنا بفضل الله تعالى عشان كده قلت لك مهم جدا البدايه مهم جدا التشكيل مهم جدا بدايه المباراه في وسط الملعب على المستوى الدفاعي احنا اخطانا النهارده طيب خلينا كابتن بس اخد تشكيل الاهلي بقى لانه وصل لي حالا ونرجع نكمل كلامنا على فريق الترجي وبعد كده ناخد الجزء الفني الخاص بتشكيل النادي الاهلي وكابتن حسام البدري واختياراته للاعبين محمد اتفضل يا محمد لو معاك تشكيل فريق تحياتي ليك كابتن محمد فاروق تشكيل فريق النادي الاهلي يبدا بمحمد الشناوي في خط المرمى الظهر يعني اليسار احمد فتحي ظهير ايضا صدر رحيل ظهير ايضا اثنين مساكين ايضا اشرف ومحمد مجيد في وسط الارتكاز حسام عاشور عمرو السوليه اغاني وليد سليمان وليد وجابر وركناني وفي الهجوم مروان محسن.
سير رسمي وبعض القيم مع منفرد. معلش يا محمد لا انا مش سامعك في الجمله اللي فاتت. اتحرك شمال او يمين كده محمد معلش. بعد تشكيله النادي الاهلي مروان محسن كان اخر حاجه سمعتها معاك. كده سامع كويس كده. قلت انا التشكيل ما عدا عايز اقول لك تشكيل خاصه معاك يمكن بعد خرج مع الدكتور محمود يعني احنا منتظرين معاك الرسميه الخاص بفريق النادي الاهلي من الاسام ال 11 اللي هيبداوا المباراه كانت معايا دلوقتي بتكلم معاك لكن بالظبط حروف دكه الجدايه بس انا شايف قدامي يعني علي بصي وشايف عقيل معلول وكافين نزل وسعد سمير هذه اللحظات معاك على الهواء خرجوا من غرفه كلع الملابس باقي الاثنين نزلوا بالداخل يعني علي لطفي وعلي معلول وكافين نزل وسعد سمير غالبا هم خارج قائمه المباراه بشكل نهائي لن يكونوا متواجدين في هذه المباراه. الرباعي الذي سيكون خارج قائمه المباراه سعد سمير وعلي لطفي وميدو وعلي معلول وكريم نزل. لكن اتسال يعني بالفعل مع كابتن فاروق انا حتى بكلمك في المجموعه اللي هتكون خارج قائمه المباراه علي معلول خارج قائمه المباراه وايضا سعد سمير وكريم نجيب وعلي لطفي لكن خلاف باقي القائمه ستكون على دكه البدلاء. ويمكن وانا معاك بتكلم كابتن فاروق يمكن قدامي لسه طبعا بتنزل دكه البدلاء فريق النادي الاهلي اول ما تقبل التشكيل دكه البدلاء بعد الميعاد الرباعي يعني القائمه غير دكه بدلاء فريق النادي الاهلي وبالتاكيد يعني الباقي اللاعبين من ال 23 لاعب هيكون هشام محمد وهيكون ايضا كمان شريف اكرامي وهيكون اسلام محارب احمد حمودي واحمد حمدي يعني دول اللي هيبقوا متواجدين صحيح بالفعل وضيف ايضا كمان يا كابتن فاروق باسم باسم علي خارج قائمه المباراه باسم علي مع الرباعي اللي ذكرتهم دلوقتي معاك كابتن فاروق. تمام محمد بشكرك يا محمد وان كان في جديد احنا متواجدين معاك باستمرار. خلينا لكم التشكيل زميلنا من استاد الجيش ببرج العرب قبل اللقاء. محمد شناوي في حراسه المرمى من اليمين الشمال احمد فتحي محمد نجيب ايمن اشرف صبري رحيل في خط الوسط حسام عاشور وعمر السوليه امامهم وليد سليمان وميدو جابر وباكا اما في مركز الراس حربه ومروان محسن. ده تشكيله الفريق كباتن. يمكن بعض الاختلافات ميدو جابر دخل باكا دخل لكن خلينا كابتن قبل ما نعلق على تشكيل النادي الاهلي اكمل الجزء بتاع الترجي لانه مهم جدا احنا بنتكلم على تشكيل نشوف الترجي بيتعامل ازاي مع نادي الاهلي في وسط الملعب. التشكيله كلها زي ما قلنا اعتمد على الكلام اللي قلناه وقلنا لو في حاله الاصابه ان سعد مش سليم هيخرج طبعا ان انا اجيب مكانه وصبري لو هو معلول برضه كابتن فهو فكر في باكا زي ما قلنا اهو وبوميدو جابر خد الخبرات والعمق وليد سليمان لان هو اكتر واحد يظبط لك الحته دي غير كده ومروان محسن لان مروان اساسي في منتخب مصر ما ينفعش يعني لاعب الخبره الكبيره اللي موجوده عندي ولا لاعب صلاح محسن في لا المواقف دي محتاجه طبعا الخبرات بكل تقلي يبقى ورقه يعني لو صلاح محسن موجود فهو ورقه ورقه في وقت معين لو سرعات محتاجها تبقى بديل معين صحيح بديل هو الخبرات ان انت ماتش خبرات الترجي النهارده فرقه كبيره يا محمد زي ما قلنا وبيعمل ماتشات كويسه هو وسط الملعب عنده هو انت لازم تقلل الاخطاء اخطائك مهمه جدا لما الاخطاء بتكتر بيبقى هنا الاداء بيبقى فيه اهتزاز فني احنا عاوزين نثبت في ادائنا خلال سير المباراه 30 دقيقه الاولى 30 دقيقه الثانيه 30 دقيقه الثالثه ده من بدايه غير الوسط غير نهايه المباراه فده مهم جدا يا محمد انت عندك النادي ده ايجابياته ومن ايجابياته اللي افتقدها في الماتشين اللي فات هو نسبه السيطره الكبيره عن طريق التحرك والتمرير تمرير 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 بتبني كل شغلك على نسبه كبيره جدا من التمرير واخد بالك الايجابي اللي بتحتفظ بيه على الكوره وفي نفس الوقت بتزهق اللي قدام وبتتحول من دفاع لهجوم باقل عدد من اللمسات ده اللي افتقده النادي الاهلي الماتشين اللي فات وفي نفس الوقت بتروح بايجابيه من رباعي هجومي السوليه الرباعي بتاع الاربعه وسط الملعب مع مروان محسن زائد الباكين النهارده الباكين شغلهم مهم جدا ده كل شغلنا انا العب ضاغط الضغط ده مهم جدا انت فايق انت في نهايه الموسم مفيش مشكله في حتى حبه تعب لكن انت خبراتك الكبيره اللعيب الكبير لما بياخد خبراته يا محمد بيبقى مهم جدا امتى اريح امتى اجري بالكوره امتى اقف بالكوره امتى اجري الخبرات الكبيره كلها في اللي في الكوره في مصر
في تيم النادي الاهلي. صحيح. الخبرات اذا كان في سلبيات او ايجابيات فنقدر بامر الله تعالى في 90 دقيقه النهارده نطلع بحاجه كويسه. هرجع لحضرتك لجزئيه الترجي والاهلي والادوار الخاصه باللاعبين. خليني اروح لكابتن عادل في جزئيه الترجي برده ما زلت فيها لان يهمني ان انا اقرا المنافس خصوصا ان احنا مش اول مره نلعبه. السنه اللي فاتت اصطدمنا بيه في الادوار الثمانيه كابتن كان دور الثمانيه وبالتالي انت بتتكلم في فريق قوي فريق انت عارفه يعني مجموعه اللاعبين حتى اللي لعبوك السنه اللي فاتت ما مشوش في جزء كبير منهم هيكون موجود في التشكيل الاساسي النهارده. اكيد الاهم من كده تغيير طريقه اللعب والمدرب. فوزي البنزرتي كان من المدربين الخبرات عاليه قوي. صحيح. كان عنده النزعه الهجوميه عنده نزعه هجوميه قويه جدا. خالد بن يحيى المدرب الجديد للترجي يمكن دي تاني ولايه ليه هو درب الترجي قبل كده. خالد بن يحيى كان لعيب مدافع اصلا كان ليبرو كان بيحب الناحيه الدفاعيه ده خالد بن يحيى. الحاجه بقى المهمه انك لما تيجي تتكلم على الترجي نشوف ايه احداثهم دائما معانا. الترجي والاهلي قصه طويله قوي ما بين الاثنين يعني في التهديف وفي الترجي من الانديه اللي احرزت في النادي الاهلي اهداف كتير يمكن في تاريخها احرزت 11 هدف والاهلي احرز 18 هدف. الناحيه الفنيه بقى يمكن انت قلت جمله عجبتني جدا يا كابتن محمد ودولم المحور لعب الترجي اللي هو فرانكو كوم وكولوبالي. الاثنين دول بيلعبوا بطريقه غريبه شويه عمرهم ما بيلعبوا جنب بعض رغم ان الاثنين ديفندر لكن بيلعبوا دائما قدام بعض في المباريات القويه. الترجي انا بتكلم على الترجي اللي قبل كده كان بيلعب 4-1-4-1 دايما بن يحيى خالد بن يحيى بيلعب بطريقه 4-4-1-1 اللي هو بيتمحور في الاثنين الديفندرات اللي هو قم وكولوبالي وسامح الدربالي مهم جدا عنده في حته التغطيه لان عنده خليل شمام الناحيه الثانيه. انا بكلمك على باك يمين الناحيه الثانيه خليل شمام هو اللي بينطلق كتير قوي علشان كده تلاقي سامح الدربالي بيخش جوه. عنده هو مشكله شويه في رجوع شمس الدين الزوادي لانه راجع من الاصابه. هيثم الجويني راجع من الاصابه ولكن هو بيثق فيهم جدا. يمكن سعيد الربيعي اللي دخل في مكان اللي هو المسكني محمد امين المسكني ده لعيب كان مهم عنده محمد امين المسكني في حته السرد باك الثاني. علشان كده النهارده تلاقي الترجي بيلعب كالاتي بيلعب نص ملعب مع النادي الاهلي لانه عنده الانطلاقات المهمه بتتلخص في انيس البدري وبتتلخص في عبد محمد علي وبيجي هيثم الجويري على طول دايما تحت طه ياسين خنيسي لان طه ياسين خنيسي من اللعيبه المتمركزه هداف طول الوقت. أيه. هو اللي بيشوط البنالتي ويمكن هو شهيته في التهديف قويه جدا الايام دي لانه لسه احرز هدفين يوم الجمعه اللي فات مع فرقه البنزرتي كسبوا 3-2 للترجي احرز هو هدفين. علشان كده طه ياسين الخنيسي من اللعيبه الخطر جدا. واقول لك حاجه ثانيه مهمه محظوظ على الفرق المصريه وعلى المنتخب المصري وعلى النادي الاهلي دايما بيحرز اهداف في مبارياته مع مصر. عشان كده بقول الخطر النهارده على النادي الاهلي هيتلخص في انيس البدري
إذن تعادل سلبي ما بين الأهلي والترجي في أولى مباريات النادي الأهلي في دوري المجموعات دور 16، خسارة نقطتين مهمين في هذه المجموعة وحلم طبعا الحصول على هذه البطولة إن شاء الله، ولكن طبعا هي دي كرة القدم. مرة أخرى نقطتين مهمين للوصول لدور الثمانية بيخسرهم النادي الأهلي، وإن كان في هدف بنشوفه انا يعني واحد من الناس لسه طبعا هتكلم مع كباتن مصر، وايضا في فقره التحكيم كابتن سمير عثمان هيكون معانا، هدف لمروان محسن بداعي التسلل تم الغائه، ويمكن هنشوف هذا الهدف وان كان هدف صحيح. لكن خساره ثلاث او نقطتين للنادي الاهلي الى حد ما بيؤثر طبعا على مسيرته في هذه المجموعه، في حين طبعا على الجانب الاخر مباراه تاونشيب البوتسواني امام كامبالا، فوز تاونشيب 1-0 على كامبالا سيتي وده كان في بوتسوانا. خليني اقول لكم ان متعه التحليل دائما والتعليق دائما بتدي للمشاهد متعه في اللقاء، دائما بيكون في اختيارات للمعلق في حته انه يبقى بعيد عن توجهاته عن اي فريق من الفرق، يعني ممكن يكون اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي في الحاله دي يبقى محايد بشكل كبير، لكن يبقى في حته التعليق يبقى في تحيز بشكل ما او اثاره او استفزاز جمهور بشكل كبير خصوصا جمهور الاهلي، اعتقد بتبقى شيء صعب في التعليق والتحليل، واحنا حته المتعه نفسها بتبقى في التعليق مهمه جدا جدا. خليني اقول لكم يعني ده كان جزء كده خاص بجزئيه التعليق واستفزاز جمهور الاهلي في بعض المصطلحات وبعض الامور الخاصه بهذه المباراه، ما كانش يستحب في هذا اللقاء من حته من جزء من التعليق في هذه المباراه. خليني اقول لكم حب ضيوفي كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن شريف ابتدي مع حضرتك وهارد لك النهارده، خساره نقطتين بالتالي النادي الاهلي لسه عنده طبعا مباريات قادمه، ولكن كانوا نقطتين مهمين جدا او ثلاث نقاط مهمين جدا للنادي الاهلي خصوصا ان هي تكون على ارضه، كنت محتاج انك تاخدها بشكل كبير. والله يا كابتن معاك حق، احنا خسرنا فعلا عن طريق اخر لمسه، اخر لمسه لو بتترجم من باكا ومروان محسن ووليد سليمان بتركيز كويس وانك انت بتشوف الجون مفيش ضغط عصبي عليك، كنت انت ممكن تطلع 2-3 النهارده فارق، كان يعني قد يتهيأ للبعض ان النتيجه عادله لكنها هي غير مسار المباراه تماما. فرقه الترجي واقفه مستسلمه لك انت عشان تحرز الهدف امتى؟ زي ماتش الملاكمه كده، انت بتهجم 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 لعيبتك بتتوغل في الملعب، انما اللمسه الفرديه اللمسه الجماعيه موجوده على شكل متسرع شويه، احنا اللي حذرنا منه ان احنا نبقى متسرعين، فكان في ميز باص كتير قوي وبيروح لفرقه الترجي اللي بترجم منه الثقه لنفسها في وسط الملعب. لا ليس اكثر حقيقة. احنا ما شفناش فرقه الترجي دي المباراه كابتن احنا ما شفناش فرقه الترجي دي تاني تايم يا كابتن، كلنا واحنا قاعدين بنشوف احترمنا طبعا فرقه الترجي ولا الاول كمان يا كابتن، يعني النادي الاهلي النهارده لو في حالته الطبيعيه في ظل لو في اكتمال لعيبته في ظل الاصابات والنادي دي موجوده وازار وبقيه الفرقه الاساسيه وباقة واجاييه والناس دي، ما افتكرش ان انت كانت المباراه دي هتطلع على مستوى الترجي اللي انا شفته ده اقل من 3-4 يعني النهارده. فغير الهدف طبعا بنسبه 95% هو الحكم بريء منه اللي دبس الحكم فيه اللاين مان، يعني هو انا ما اعرفش ليه خد القرار بسرعه كده مع ان في الراجل الليبرو ده اللي غطى على الاستوبر المساك وقطع كويس مروان، كنا عايزين الكوره دي بقى تبقى كتير قوي في الملعب. احنا النهارده كانت اللمسه الاخيره حتى لما نزل صلاح محسن ما قدروش يعملوها، عملوها بس مش بالشكل الصحيح بعد الزياده العاديه جوه ال 18. اخر تعليق ليا ان بعض التغييرات كانت متاخره كتير قوي، يعني دخول بعض اللاعبين مش لازم يخشوا عن طريق الاصابات بس، ولكن عن تغيير وشكل ده، ما انا شايف الترجي مش قادر بهذا الشكل، كان لازم انا اطمع في المباراه واخلي الخطوط بتاعتي تتقدم اكتر من كده، وما العبش على ان انا اخاف ان الكره عرضيه او كره مرتده تخسرني 3 نقاط، انما قدر الله ما شاء فعل، وباذن الله المباراه هناك او المباراه اللي جايه هنعوض الفارق النقطتين ده ان شاء الله. كابتن ربيع يعني راي حضرتك في مجمل المباراه، شوطي المباراه الشوط الاول والشوط الثاني مجمله كابتن بالنسبه لحضرتك؟ لا طبعا يعني بشكر اللعيبه بشكر الجهاز الفني على ان احنا يعني الحمد لله في ظل الظروف الصعبه دي، خد بالك 7-8 لعيبه محمد ان يغيبوا من تيم كبير بحجم النادي الاهلي اعتقد ان في اي تيم يقعوا، انما انت النهارده انت خرجت 0-0 المشكله يعني. الحمد لله انت ليك عوده في الترجي هناك في تونس، بتكون قوتك بامر الله الهجوميه ورجعت الدنيا كلها رجعت افضل واحسن، يعني احنا ما نقلقش النادي الاهلي من وجهه نظري انا فوارق كبيره بينه وبين الترجي
في الفنيات. يعني الترجي فريق اسم مرعب واسم فيه قوة هجومية وفي أفراد وفرديات، لكن النهاردة هو على المرمى راح كم مرة وصل كم مرة. ياخد بالك المجمل التحصيل بتاعه الهجومي في التلت الأمامي علينا في نادي الأهلي بعيد كل البعد. هم عندهم نسبة استحواذ، إن عندهم نسبة مدافعة، إن عندهم كسرة عددية وكثافة دفاعية، انما هجوميا ملهوش يعني متوقع جدا. يعني نعم؟ الفريق ترى كان متوقع ان هو يلعب بالشكل يعني الاسود محمد، ان احنا الحمد لله شوف عايز اقول لك حاجه، الاهلي غايب 7 8 منه من افضل لاعبي منتخب من مصر وما روحش، يبقى ازاي يعني هو راح الاهلي؟ قول لي طيب انا بتكلم على الترجي. انت بتتكلم على الترجي، مش على الاهلي. ترجي ولا ما روحش يعني كان فرصه. فانا بشكر لاعبنا ده ان هم لحد احنا رحنا احنا وصلنا. خلي بالك بس، خلي بالك هي الفعاليه بتاعت باقه والسوليه ووليد وميدو ومروان كانت على فترات. انت شفت باقه بس في 3 فرص حقيقيين، واحده مروان زائد الجول الاوفسايد اللي اتسجل. هو ده انت يعني انت نسبه استحواذ كبيره جدا، انك رحت انك شكلك كويس مش وحش الحمد لله، اخطائنا قليله جدا ما كانش في. انت الفعاليه الهجومه ده طبيعي جدا لازم تتاثر بنهايه الهجمه يا محمد. خد بالك باقه ده عنده حسن التصرف كان ممكن يسجل، انما انت مشكلتك انك كنت بتروح بتلي هجمه بترابط 4 مهاجمين مع راس حربه بيروح تخلص. العقل المفكر النهارده انت بتفتقده، واخد بالك البني ميكر اللي بيقعد يظبط لك التمرير الحاسم في التلت الاخير، واخد بالك الفاعليه الهجوميه على المرمى هي اللي كانت بعيده، انما الشكل العام الفني جيد والنتيجه 0-0 ما تقلقناش ابدا ابدا ابدا. كابتن عادل يعني وجهه حضرتك نظر حضرتك في جزئيه الفريقين، يعني انا من وجهه نظري النهارده الترجي كان بعيد تماما عن المستوى اللي انا كنت متوقعه حتى لملاقات الاهلي. الترجي كان بعيد لكن وصل لغرضه. يعني تلعب خارج ملعبك فاكيد يعني ليك هدف انك تاخد بونت او تاخد الثلاثه بونت، مش فرقه بتيجي عاوزه تخسر، لكن هو خد البونت فخد هدف بغض النظر عن اي حاجه. احنا بنتكلم كره قدم وارقام، دي واحد. اتنين، واحنا بنتكلم على النادي الاهلي في ظل الغيابات، فعلا كابتن ربيع قال كلمه مهمه جدا، غيابات كبيره تاثر في فرق كبيره، دي حقيقه. لعيبه متمرسين على التهديف، لعيبه كويسه جدا، لعيبه لعبوا كتير قوي السنه دي وكان في تجانس ما بينهم وما بين بعضهم فغابوا. النادي الاهلي كان عنده تاثير كمان الظروف الصعبه اللي النادي الاهلي بيعدي بيها في ماتش الزمالك وبعدين ماتش الاسيوطي. لازم نقول نعترف ان دي ظروف صعبه. النهارده المفروض تخرج بيها كابتن بالمباراه زي كده. شوف يا كابتن اقول لك حاجه مهمه، ناقص كتير جدا يا محمد، برضه عندك ناقص كتير جدا. ما فيش شك يا كابتن، ما فيش شك، بس احنا الاهلي بمن حضر زي ما احنا بنتكلم ماشي، ما حضر عمله اللي عليه صحيح. بس في حاجه يا كابتن ربيع مهمه لازم برضه نتكلم فيها، احنا عندنا مشكله ما في الفرقه، بمعنى تعرف تحط ايدك عليها كابتن؟ يعني انا بيتهيألي من وجهه نظري، يعني انا بتكلم على النهارده مش المباريات اللي فاتت، احنا واخدين دوري ومن حقهم اللعيبه، والاسيوطي سرق المباراه بحكم من وجهه نظري، يعني مش بلعب بحكم. لكن انا بكلمك على النهارده، انا حطيت ايدي على حاجه مهمه النهارده، التغيير اللي كانت بتاعت السوليه، انا كنت اتمنى ان هشام محمد اللي يكون موجود. ليه يا كابتن محمد؟ فاكر احنا دايما الكابتن حسام كان هو اللي بيرد على التغيير ده دايما. فاكر لما احنا كنا بنقول حسام عاشور السوليه صوره واحده في اللعب في الباص في التحرك، يجب ان هشام محمد يبقى بيعرف يدور بيعرف يباص بيعرف يستحوذ على الكره اللي احنا بنستحوذ عليها بنعمل حاجه كويسه، صح؟ لما كان النادي الاهلي يتاخر شويه كان الكابتن حسام البدري بيعمل ايه؟ بيشيل واحد من الديفندرات وبيحط واحد بلاي ميكر جنب الراجل ده عشان بيلعب على ملعبه عايز يكسب وعاوز يكسب، انت فاهمني؟ النهارده حصل تغيير احمد فتحي، انا بتهيالي دي قلبت برضو الحته بتاعت التنظيم الهجومي. لو انت كان هشام محمد كان نزل افتكر كانت التنظيم الهجومي والباص والتمويل ممكن يبقى افضل كتير قوي. لكن احمد قريب من حسام عاشور شويه يا كابتن، قصدي حضرتك يعني قريب جدا طبعا، يعني احنا دايما نحط احمد فتحي في وسط الملعب، اي مدرب في الدنيا يحط احمد في وسط الملعب علشان احمد جزء الدفاع قوي عنده حركه كويسه بيقطع كويس قوي، لكن ما عندوش حته انه يبقى بلاي ميكر، ما عندوش حته انه يباصي لقدام. احمد فتحي ممكن يشوط كوره، احمد فتحي ممكن يجري على قدام، لكن هو الكابتن حسام حس ان فرقه الترجي اقويه زي ما احنا اتفقنا في وسط الملعب،
فحب ان هو يقوي نص الملعب تاني. لكن افتكر ان هشام محمد لو كان موجود ونزل كان امتلكنا الكره اكتر، بالاخص ان انا شفت الترجي بحاله يعني ضعيفه جدا بدنيا، لان الترجي لازم تعرف يا كابتن محمد انه النهارده بيلعب اربعه راجعين من اصابه، اربعه ما لعبوش بقالهم ثلاث اسابيع واكتر من ثلاث اسابيع كمان، اللي هو شمس الدين الزوادي، وعندك كمان حسين الربيعي ده بيلعب مضطر، وعندك هيثم الجويني، وعندك طه ياسين هو اللي كان بيلعب المباراه اللي فاتت، ومحمد علي منصور ما كانش بيلعب كتير، فدول راجعين عشان مباراه النادي الاهلي، فكان في اجهاد وكان في يعني عايز اقول لك عدم جاهزيه للترجي. احنا ما استغلناش تاني شوط علشان الحته بتاعت الخوف من انك تخسر، الخوف ان الكوره ما عندك، الخوف ان الكوره مش ماشيه معانا، ودي برضو من حاجات مهمه. الكوره بتعاندنا بقالنا ثلاث اسابيع واكتر، يعني اللي هي ماتش الزمالك والاسيوطي وجايه النهارده الترجي. يعني انا متاكد تماما والكابتن سمير عثمان اكيد هيتكلم في الموضوع ده، اني انا شايف وهو اللي هيقول يعني هو المتخصص عندنا ان الكره دي فيها حاجه، الهدف اللي دخل نشوفه مع الكابتن سمير عثمان احتمال يبقى هدف، تبقى برضو من ضمن الظلم اللي النادي الاهلي اتعرض له اخر 3 4 مباريات، ظلم تحكيمي غير عادي. مش عارف مبرره ايه، مش عايزين نحطها على جزء التحكيم يا كابتن، ولكن هي مشكله يعني هي واضحه وممكن يعني تتخدع في كابتن محمد. انا مش بتكلم على الكره دي، انا بتكلم على اللي بيدخلك في الدوامه ايه، اللي بيدخلك في دوامه انك انت تبقى مشدود ايه هو. لما ماتش زي ماتشات تتظلم فيها الحكم يلغيهولك، فانت في ظل انك انت في موقف صعب، احنا بنتكلم النادي الاهلي اصابات كتيره قوي، وحتى كمان سوء حظ النهارده السولية بيتعور في وسط المباراه، وانت انت رايح تعمل حاجه كويسه، ووليد سليمان كمان بيبقى فيه اصابه، والحمد لله ان الشناوي كمان بقى جاي، يعني الحمد لله انه ما تعورش تعوره قويه. فانا عايز اقول لك انه النادي الاهلي مروره بالحاجات دي ناتج ان هو خد البطولات وريح نفسه بقى كويس قوي، وربنا يعني انا شايف انه انه ان فرصه كويسه ان النادي الاهلي يعني نتكلم على الموسم اللي قادم بعد ماتش كامبالا. وانا كنت اتمنى كابتن تفوز النهارده وتفوز في كامبالا او تعمل نتيجه ايجابيه، وبعد كده الامور عندك تحل الامور دوري المجموعات ملحوق يا كابتن. يا رب ان شاء الله. كابتن شريف خليني اقول لك، احنا جزئيه حسن التصرف ما بقتش موجوده عندنا بالشكل القوي، ممكن تبقى اسبابها ايه يا كابتن؟ هل التحركات، هل عدم التزام بالاماكن نفسها؟ يعني يمكن انت بتروح تلاقي وليد سليمان رايح، تلاقي كباكا رايح، لكن عدم حسن التصرف ان انا اباصي الباص السليم مش موجود خالص عند النادي الاهلي في الجزء الامامي بالذات يا كابتن. بص يا كابتن، هو اذا كان الترجي اربعه عنده راجعين من اصابات وكلام من ده، فانت فرقتك كلها عندها حاله ارهاق تام. حتى انت قلت كلمه دلوقتي، عدم التحركات. الراجل لما بيستلم الكوره وليد سليمان وكلام ده عايز يشتم اي حد بيعمل اختراق، اي حاجه يعمل هو دور عبد الله ويعمل الشيب، يعمل اي حاجه. مفيش غير الراجل حتى مروان محسن، عشان كده كنا دايما بالنادي يبقى فيه اتنين فراوده مش فرود واحد هو اللي يشيل ماتش زي ده اتاكينج في ملعبك، فتبقى انت تستغل فرصه ان الترجي النهارده كمان ما كانش في الحاله اللي هو احنا عارفين. يعني انت بتنادي في الوقت ده كابتن ان لازم يبقى اتنين موجودين مع بعض؟ انا على طول بنادي ان مش هينفع مروان، حتى لما نزل الراجل اخر 7 دقائق ولا 8 دقائق عمل شكل عندك وثلاث اربع تجوان كان ممكن يكونوا واحده منهم هدف. مش لازم كل لعيب بيجي عندنا بيضيع جون او اي حاجه. لعيبه يا كابتن عادل نقول عليه لعيب مش قد الثمن اللي جه بيه؟ لا طبعا. مش لعيب كويس؟ لا ده لعيب صغير ده. لا انا استحملت وليد ازارو كتير قوي، استحملت فلافيو كتير جدا، فاحنا عايزين نبقى اتاكينج على اللعيبه بتاعتنا اللي هي البروميسنج. الحقيقه الولد بيتحط في مواقف كتير وبيتحط في حاجات، فانا شايف ان هو كان لازم ياخد من بدري اكتر، كان هتفرق معاك الطفره دي كويس قوي. فانت زي ما قلت تحركات اللعيبه لبعضها عامله حاله، انت شايفها عامله حاله خمول، نقل الكره السريع، حتى الاطراف عندك النهارده بتشتغل بحساب جدا. احمد فتحي بيشتغل بحساب، ولما دخل نص الملعب بقى بحساب اكتر. ومحمد هاني انا ما شفتوش، محمد هاني اول ما نزل 3-4 كور مقطوعين منه عاملين كونتر اتاك علينا على طول. ده بينزل ده انت كمان بينزل باص كمان بينزل الثقه. ده لولا ايمن اشرف النهارده فدائي، ويعني واخد على عهده ان ما فيش حد هيجي في المنطقه دي وما حدش هيجي لنا هنا، وانا مش هتغلب النهارده وانا ضد كل الظروف اللي انا فيها،
يعني كان هيبقى الشكل برضو الكور اللي احنا بتقطع مننا هو حالة ارهاق عام في الفرقة. حتى السولية ده لما تشوفه كده ممنوع يتعور. ها النهاردة عيني اي حد بيخش في اي حد بتلاقيه وقع والراجل بيلعب فوق طاقته. وليد سليمان النهاردة العيب هو زي النحلة اللي انت قلت عليه عدم تحرك اللعيبة لبعض يعمل مشاكل لوليد يعمل اصابات للعيبة بتاعتنا كلها يدخلك في كور مشتركة ملاش اي لازمة تقدر انت تعمل الانسيابية اللي انت كنت متعود بتلعبها. ايام كانت فرقتك سليمة ومتكاملة كان اجايي وعبد الله وبقيه الفرقه واحمد فتحي باك رايت ومعلول باك ليفت او صابر رحيم ما كناش بنحس بالفرق الكبير ووليد سليمان موجود وبتحط اي حد بقى ساعتها ميدو جابر بتحط اسلام محارب بتحط ده دي زيادات عددية بتجيب حمودي بيلعب كان عندك اللعيبه مش لاقي مش عارف تخلي مين يلعب ولا مين يلعب ولا مين يشترك. دول كانوا عندهم فرديات عاليه جدا حافظوا بعض وعملوا دويتات عملوا كوره كبيره جدا. فانا يعني بشفق على لعيبه النادي الاهلي من الارهاق الكبير اللي هم فيه وبشفق على الجهاز الفني كمان ان هو مش قادر يعيني حتى دلوقتي يلملم لعيبته ويحطها على الضوء الاخضر اللي هو يقدر بس يبقى في 2 3 لعيبه مديني يعني الضوء الاخضر. يعني احنا يهمنا الامور دي يعني حته لملمه اللعيبه وان يبقى احنا الاداء يرجع للوضع الطبيعي لان احنا داخلين على مرحله مختلفه. كابتن فاروق النادي الاهلي ما وقفش بقاله سنتين عن الكوره. اللعيب بتاعك بيلعب معاك بطوله بيخلص البطوله خش على بطوله ثانيه بيخلص بطوله يخش على افريقيا بيخلص افريقيا يروح مع المنتخب خلاص هو ده النادي الاهلي. طيب يا كابتن يبقى انت معاك بس القوام الاساسي بتاع القوام الشكل بتاعك بتطلع 7-8-9 لعيبه اعارات يعني عندك من الشكل اللي انت بتقدر تتمثل فيه. مش هنيجي نتكلم دلوقتي وهو عيني ما فيش لعيبه هو معتمد عليها. عندك هداف الدوري بتاعه ومش موجود. اللعيب اللي جاي اللي احنا حاطين عليه كل الامل النهارده مروان ده راجل خارج من صليبي من رجله ده في بيقولوا ايه استشفى راجل بيطلع من استشفى في الملعب عشان يخش ضمن 2-3 من اللي هم بتوع الترجي اللي بيدوسوا وبيعملوا ونجيله النهارده تقيله برده شويه انك تلف وتاخد الكوره وتعمل عليها الفرقتين الحقيقه مش علينا بس. ف انا ما زلت مصمم ان في حاله ارهاق لعيبه النادي الاهلي وعدم توفيقه بنفس الوقت برضه. كابتن ربيع واحنا في الدقيقه 67 انا وانت لاحظنا هجمه كانت للنادي الاهلي كانت وليد سليمان وما اعرفش كان صلاح محسن كان نزل ولا لا كان لسه باكا موجود والناحيه الثانيه كان ميدو جابر. واضح جدا ان احنا بنتكلم عليه حسن التصرف. هل ده يا كابتن بسبب عدم التاقلم مع بعض والاول مره يلعبوا هم الثلاثي مع بعض ولا الامور بالنسبه للعيبه في للحاله البدنيه نفسها بخليهم يدوا الباص غلط او يتحركوا بشكل غلط؟ بص يا محمد الله احنا كنا لعيبه طبعا الله يكون في عون اللعيبه ان انت من الخميس اللي فات دلوقتي 9 ايام بالظبط 9 ايام فيهم 3 ماتشات ب 270 دقيقه ادي واحد 9 ايام فيهم 3 ايام استشفاء يبقى دي 6 واخد بالك يبقى المحصلة عندي عشان يعني يا دوبك جوانب خططيه على الواقف ده شغل التدريب بتاع حسام البدري كابتن حسام. احنا ما فيش شك ان خلينا واقعين ان الفوارق كبيره جدا ما بين الاساسي وبين البديل لان انت برضو كان عندك قوه كبيره جدا في شكل هجوم الفرديات تفتح لك الثغرات الدفاعيه اللي موجوده. الحلول الفرديه لها دور كبير جدا في المواقف اللي زي دي وخاصه انت الترجي النهارده بيدافع بعد كبير جدا جدا انما الحلول الفرديه في المهاره في الفكر في صوره التصرف انت عندك حلول فرديه يعني عندك في التلت الاخير ده مطلوب تمرير بدقه تمرير حاسم تحرك واخد بالك ترابط جاري كتير ومساعده يعني واخد بالك انت كله كان بيساعد بعضه كنت بتلاقي عبد الله يساعد جاي او جاي يساعد وليد ووليد واخد بالك يساعد بصراحه محسن انت فاهم صحيح. النهارده هو ده هو ده هو ده شغلك انما انت قلت كلمه يا محمد برضو ان اول مره التشكيله دي من سنتين تلعب مع بعض صحيح. والجزء الامامي بالذات يا كابتن الجزء الامامي اللي هو بتروح عشان تخلص انت بتلعب هجوم ضد دفاع النهارده نسبه الاستحواذ الشوط الثاني عاليه جدا النادي الاهلي صحيح وصلت بس هو الحلول اللي المفروض تبقى بديله يا محمد في الثوابت يعني عندك النهارده الثوابت كثيره جدا دي لازم اعتمد عليها يبقى ليها شغل رئيسي مهم جدا عند كابتن حسام واللعيبه ممكن كرر اجيب جول النهارده متوسط الكرر عندي من 5 لـ3 5 اهلي لـ3 الترجي الثوابت برضو التصويب دول حاجتين مهمين جدا لازم برضو يتراجع
وده حل فردي برضه كده التصوير طبعاً. يعني حل من الحلول لما تلاقي الدنيا متقفله كده تصوير لعيب بيقدر. وانا صوتنا خلي بالك التصوير النهارده كان 5-2 يعني خد بالك احنا عندنا نسبه هم عندهم نسبه بس مش مؤثر مش على مؤثر برضه ده دي حلول كانت موجوده النهارده عندك انت يعني لو انت الامور احسن والامور افضل كنت ممكن في كورن تجيب نجيب يجيب لو عندك سعد النهارده كان يجيب واخد بالك لو عندك كزارو كان يجيب بالدماغ نظرا للظروف في فوارق خلينا واقعيين محمد خلينا في فوارق كبيره جدا ازارو النهارده لو موجود عنده سرعه عنده قوه وعنده نسبه ثقه كبيره جدا بيهدف فيها هداف الدوري عن جدار حاجات كتيره جدا يا محمد لكن المجمل التحصيل بتاع اليوم النهارده احنا عملنا اللي احنا حاولنا احنا رحنا والناس ما تقلقش انا اعتقد من وجهه نظري ان النادي الاهلي عن جدارة بامر الله تعالى هيبقى اول المجموعه مفيش افضل ولا احسن ولا اقوى ولا اقدر من النادي الاهلي فنيا احنا على الرغم من تعادلنا النهارده على ارضنا لكن الناس تطمئن والله العظيم واحنا بفضل الله تعالى طالب طبعا يا كابتن واحنا بنقول دايما المباريات اللي على ارضك بتكسب لكن احنا عندنا امل ان شاء الله في المباريات القادمه يعني عندنا ان شاء الله كامبالا مشكلته ان هو لسه خسران من تاول شيب النهارده 1-0 فهتلاقيه عايز يعوض لكن احنا بقدراتنا مفيش ماتش سهل مفيش ماتش سهل بره لجوه وبعدين خلي بالك معلش برضو احنا الحمد لله في النهايات كنا نتفوق على الترجي الترجي النهارده بدنيا ماتش برضو 2-1 بدنيا لو طلع وقعوا كلهم بدنيا طول عمر بدنيا خد بالك الترجي كان انا شايف ان هو مش ده الترجي حتى بتاع السنه اللي فاتت كابتن عادل خليني اقول لك نجاح الترجي النهارده كابتن في خروجه بالنتيجه دي متمثله في اللعيبه اللي انت كنت قلتها في بدايه اللقاء هو كولوبالي وباكو وغير كده وكم وفرانكو وكم وغير كده انا عايز اقول لك حاجه كده ترجي ده الاسبوع الثالث ليه في الدوري انت عارف كده الاسبوع الثالث ليه لعب 3 مباريات في الدوري واخد 9 بونت بس يعني لسه بادئ الدوري يعني ممكن تقدر تقول جاي بعد كده الترجي انت فاهم النادي الاهلي اللي واصل لدرجه انه الاجهاد النادي الاهلي هيبطل وياخد اجازته في كاس العالم طبعا واللعيبه اللي بتاعه المنتخب هتروح تلعب المنتخب الترجي هيكون واقف برده وراجع الترجي هيكون راجع مش على اعداد راجع على مباريات على طول فممكن يكون عنده جاهزيه شويه بعد كامبالا سيتي النادي الاهلي مفترض ان لازم نعمل نتيجه ايجابيه هناك علشان هنبقى في خطوره وصعوبه بعد الرجوع ما انت لازم تعمل حسابك يا كابتن اللي قدام انت بتتكلم في انك انت في اجازه هتبقى طويله لعيبه المنتخب وهترجع تلعب المباراه اللي في دوري المجموعات بتهيألي في شهر 7 ممكن في نص 7 بعد الكاس العالم على طول ب 10 ايام فانت مفترض انك لازم تعمل نتيجه كويسه لكن زي ما انت قلت فعلا الترجي النهارده عمل اللي هو عايزه اللي هو خد البونت النادي الاهلي النهارده فشل انه يجيب الثلاثه بونت واحنا لازم نعترف بكده العناوين اللي انا احب ان انا اقولها ان يجب اللعيبه والتجانس بتاع اللاعبين اللي احنا بنتكلم عليهم في الوقت الحالي تزداد شويه وممكن تزداد بطرق كتير يعني الكابتن حسام اكيد طبعا عارف بيشتغلها وبيعملها لكن انا بتكلم على انه في لعيبه كتير عندنا ما خدتش كتير السنه دي انت فاهم وبتلاقي نفسها مره واحده بتاخد في الاخر هي دي المهمه يعني حته التجهيز من بدري قصدك يا كابتن يعني شوف لانه ممكن تقع في موقف زي كده من يعني ده متوقع كره القدم فيها كده كتير يعني انت ممكن تلاقي نفسك نص فرقتك زي ما النادي الاهلي ما بتلاقيش وبعدين اقول لك حاجه ايه الفرق ما بين نادي كبير ونادي صغير الفرق ما بين فرقه كبيره وفرقه صغيره الفرق ما بين الفرقه الكبيره والفرقه الصغيره في الدكه في اللاعبين جاهزين كتير قوي في اللعيبه اللي هم اللعيبه الكويسه اللي دايما يعني النادي الاهلي عنده افضل لاعبين احنا مطلعين 6 اعاره وما تاثرناش بيهم بس هو الموضوع في الاخر اللي حصل بدلك شويه في الاصابات يمكن فرصه التهديف يا كابتن محمد وانا بعملها لقيت ان احنا فرصه النادي الاهلي من 100 التهديف اللعيبه الموجوده ما عندوش ال 20% يعني لان اجاييه كان بيمثل رقم كويس هو ضربه طبعا عزارو كان بيمثل رقم كويس مع وليد سليمان وكده دلوقتي انت مين اللي يقدر يجيب لك جون مروان محسن جونه صعب شويه لسه ما رجعش بصوره جيده قوي فرمته. فتهديفه صعب شويه يعني بكل مده بيجيب جون يعني عندك وليد سليمان برضو تهديفه يعني اقدر اقول لك متوسط علشان كده النهارده كان في فرص التهديف جوه الملعب
النهارده ما كانتش كتير يا كابتن. دي حقيقة. طيب كابتن شريف اخيرا يعني مطلوب من لعيبه النادي الاهلي حتى المباراه القادمه، طبعا انت عندك مباراه هيسافروا ان شاء الله يوم 9 الامارات ان شاء الله في مباراه حسام غالي ان شاء الله، ثم السفر الى اوغندا ومباراه كامبالا. المطلوب بالفتره اللي جايه من كابتن حسام واللاعبين خصوصا مباراه مهمه جدا جدا يا كابتن، لان يعني ده اعتقد ان عنق زجاجه بالنسبه لك عشان تبقى موجود في الدور الثاني او دور الثمانيه القادم ان شاء الله. انا بتمنى له عوده القوام الاساسي بتاعه بتاعه اللعيبه بتاعته ان هم يستشفوا، هم يرجعوا يعني اللعيبه تستشفى خلاص بقى. يعني انا عايز اشوف اللعيبه بتاعته اللي هو على الاقل جاي يبقى موجود اقل اضرار. جاي يا كابتن برضه صعب صعب تقريبا طبعا، وليد ازارو خلاص بالنسبه له الموسم انتهى. الزمن بتاع عوده اللعيبه دي بالنسبه له هتشكل ايه، فهتبقى عمليه صعبه جدا. انا عايزه يهوي اللعيبه، عايزه يدي احمد حمدي شويه يشترك لعيب صغير، عايزه يعتمد على وجوه فعلا هيعتمد عليها غصب عنه. يعني اذا مباراه حسام غالي كابتن او احتفاليه حسام غالي بالاعتزال ممكن تبقى مهمه جدا بالنسبه لاشتراك لعيبه، ممكن وتريح لعيبه. احمد فتحي ده رايحه ما نشوفوش خالص، وليد سليمان ده رايحه خالص ما نشوفوش. يعني فما عندكش حد دلوقتي ضغط عليه، عايز هو بقى ناس يخشوا وياخدوا الاحساس زي باقة يجود ويزود ماشي وريه ما عنديش مانع. مروان محسن بنفس الشكل، لا ممكن اريح مروان محسن كمان ادي صلاح محسن هو الاحساس والمسؤوليه مش الثقه بس، يبقى عنده مسؤوليه ماتش، يبقى عنده مسؤوليه احتكاك، يبقى فيه بيشوف مواقف شوف مواقف جديده في ماتشات زي ماتش الاعتزال، هيلعب في ملعب شكله كويس وجماهير وكلام ده ممكن يكتسب ثقه كبيره فيه. كل اللعيبين اللي عندك اللي عايز تشوفهم الحقيقه فرصه كبيره قوي ماتش مباراه حسام غالي. وان كان اللي هيشترك عندك انت مصمم عشان الشكل يبقى قدام الكابيتان وشكله كويس حسام غالي، يبقى لفتره بسيطه يعني ربع ساعه 10 دقائق 20 دقيقه. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا محمد سعيد هيقول لنا ما حدث بعد اللقاء والمؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حسام البدري. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بضيوفك. يمكن انا بتكلم معاك دلوقتي لسه خارجين من استاد دبوط العرب وبعد نهايه المؤتمر الصحفي لكلا يعني عايز اقول لك تشكيله المديرين الفنيين، لان الطلبه دي للاسف للمره الثانيه في اقل من 24 ساعه بيخالف تعليمات ولوائح الاتحاد الافريقي في عدم حضور المدير الفني خالد بن يحيى، فبالتالي حضر معين الشعباني المدرب المساعد في الجهاز الفني، وحضر ايضا الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي. بدايه المؤتمر بالتاكيد الاعلام كان بيعترض على عدم لائحه الكاف وحضور المدير الفني، خاصه ان الاتحاد الافريقي بدءا من هذا الدور هناك منسق اعلامي من الاتحاد الافريقي يحضر المؤتمرات الصحفيه ويدير المؤتمرات الصحفيه، ولا يتم اسناد هذا للانديه في البطولات الافريقيه. طب في سبب معين اللي كانت خالد بن يحيى ما حضرش يا محمد عرفته مثلا؟ يعني هل في سبب وجيه للموضوع ده؟ بالامس سالنا مجدي تراوري فقال ويعني انا موجود ما لم يذكر اسباب. النهارده معين الشعباني قال الاحبال الصوتيه ولا يستطيع الحديث. فبالتالي ده كان السبب، لكن المنسق الاعلامي قال في تقريره للاعلاميين ذكر ان هو هيكتب في تقريره عدم حضور المدير الفني خالد بن يحيى، وهو التحذير الثاني بعد تحذير امس بعدم حضوره والتزامه بقواعد الاتحاد الافريقي في حضور المؤتمر الصحفي. ده بداية كابتن فاروق الاجواء او اللي حصل بالظبط في بداية المؤتمر الصحفي. بدا بداية طبعا الفريق الضيف كابتن معين الشعباني تحدث عن المباراة، قال يمكن توقيت المباراة كان غير مناسب بالنسبة للفريقين، وقال لفريق وتحديدا فريق ترجي في نهاية موسم الناحية الفنية يعني تعرض اللاعبين للعديد من الاصابات وتسبب اكثر من تغيير بسبب الاصابة، فبالتالي يعني قال ان هذه المباراة توقيتها ما كانش مثالي. قال ان فريق الترجي جاء الى مصر للفوز واحراز الثلاث نقاط، لكن خروج ايضا المباراه بالتعادل شايف ان ده شيء سلبي، شايف ان هي بدايه جيده بالنسبه لفريق الترجي التونسي. تم توجيه بعض الاسئله بخصوص تضييع الوقت وعدم يعني وجود الترجي في الشوط الثاني تحديدا، قال يعني هي ما كانتش تعليمات فنيه مننا، لكن الاجهاد البدني ونهايه الموسم تسببت في ده بشكل كبير. قال ما كناش بنتعمد ان احنا نضيع الوقت، لكن التعادل بالنسبه لنا مرضي. التغييرات كانت بسبب الاصابات. رفض الحديث عن التحكيم في هذه المباراه،
لكن بشكل عام هي أهم نقطة أفضل من الخسارة. البعض وكيله تساؤل بخصوص إن هم سعداء بهذا التعادل في ظل إن الأهلي دايما موفق على الترجي التونسي. قال لا يعني عمر الترجي ما يكون سعيد إن هو خرج بتعادل، يعني هو شايف من وجهة نظره حسب ما قيل بالضبط إن المكسب كان مهم بالنسبة لهم، لكن طالما الفريق ما كسبش المهم إن هم خرجوا بنقطة. ثم انتقل الحديث للكابتن حسام البدري يا كابتن فاروق، وهنا برضو حصلت يعني ازمه بسيطه ان المفروض كان يعني الدكتوره طالما طبقا للائحه الاثنين الاجهزه الفنيه بيحضروا او المدير الفني هنا وهنا بيحضر يستمع مدرب الترجي لحديث الكابتن حسام البدري، لكن فضل ان هو يعني يترك المؤتمر وتحدث في موعد الطائره وعدم استطاعه الانتظار اكثر من ذلك. لكن عموما الكابتن حسام البدري تحدث في المؤتمر وقال ان انا حضرت من مساله التحكيم واتكلمت بالامس ان ازاي مباراه هي الاهلي والترجي السنه اللي فاتت كبيره نفس الحكم على نفس الملعب، النهارده للاسف هدف ملغى وكان هدف صحيح، وفي نفس الوقت اكد ان هذه الامور يمكن كابتن حسام قال في المؤتمر ان الاتحاد الافريقي او المباريات الافريقيه لا تقام على ارض الملعب فقط، بل ايضا هناك امور اخرى تدار بها كره القدم، فبالتالي يعني انا سايب للاعلام الحق ان هو يقيم الموقف وان هو يناقش هذه القضايا للجمهور عشان تبقى الناس على اطلاع بما يدار في المباريات الافريقيه. بالنسبه لاصابه عمرو السوليه كابتن يعني الدكتور خالد محمود وكابتن حسام بدر قال ان هي اصابه شد في الاماميه، بالنسبه لاصابه فريق سليمان كتمه قويه في اوروبا، لكن بعد 24 ساعه من الان الجهاز الفني والجهاز الطبي هيحدد بالضبط يعني التشخيص الطبي النهائي ونحكم في مباراه كامبالا في الاوغندي. كابتن حسام قال ان الاصابات اللي بتعرض لها الفريق في التوقيت الحالي للاسف يعني في التوقيت سيء جدا، بتعرض الفريق لهزات بشكل كبير جدا، لكن يعني انا مصر واكد برضو ان المفروض ان الاعلام ينقل للجماهير يعني الامور اللي بتواجه الفريق في الفتره الاخيره دون تطرق للنتيجه، ليست النتيجه هي المساله الوحيده اللي يجب على الاعلام ان هو يتحدث عنها فقط، امور كثيره جدا وقضايا كثيره جدا دون ان يتطرق اليها كابتن حسام، وقال اطرقها للاعلام هو يتحدث عنها ويناقشها بالنسبه للجمهور. قال التغيير الثالث تغيير صلاح محسن ما كانش تغيير متاخر، قال انا كل الاصابات اللي بعاني منها يعني اصابه عمرو السوليه في بدايه المباراه واصابه الشناوي وكمل المباراه وعدد من اللاعبين تعرض لكدمات قويه اثناء المباراه تخوف انه اجري يعني اعمل او اجري في التغيير الثالث مبكرا فيتعرض احد اللاعبين لاصابه فاشك من المباراه وانا ناقص من اللاعبين، فبالتالي التغيير الثاني كان في الدقيقه 65 في منتصف الشوط الثاني، اتاخرت شويه في التغيير الثالث عشان ما اضمنش ان احصل اصابه في ظل الظروف اللي انا بعاني منها وقد تكون هناك اصابه، فبالتالي تبقى الحسابات في المباراه مختلفه تماما، فعشان كده فضلت ان يكون التغيير في المرحله الاخيره من المباراه. قال انا غير راضي تماما عن التعادل لكن هحاول احضر للمباريات القادمه باذن الله. يعني كانت الاحاديث وتصريحات معين الشحباني مدرب المساعد لفريق ترجي والكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي كابتن ترجي. اشكرك يا محمد، واكيد واحنا بنتكلم على كابتن حسام البدري وكلامه عن الهدف كابتن سارة حفيظ الهدف الملغى طبعا هو هدف ملغى لمروان محسن، واكيد التحكيم ليه دور مهم جدا في لقاءات الافريقيه، احنا من زمان واحنا بنتكلم على التحكيم كابتن شريف اتكلم في بدايه اللقاء او بدايه الاستوديو ان النادي الاهلي السنه اللي فاتت قبله بعض الامور الخاصه بالتحكيم خسرته الى حد ما البطوله، يمكن هدف النهارده الى حد ما واضح. كابتن حفيظ بيتكلم على ان النادي الاهلي اكثر الانديه بيطالب بتقنيه حكم الفيديو في بطوله افريقيا، اعتقد بطوله كبيره زي كده ممكن بشكل كبير تساعد في حاجات زي اللي احنا شفناها النهارده من خلال الهدف اللي الغى لمروان محسن، ولكن في حد ما في الاخر انت ترجي خسرت نقطتين في مشوارك للصعود لدور الثمانيه، خسران او عندك مجموعه من اللاعبين خسرتهم نتيجه اصابات نتيجه اجهاد كبير 8 او 9 لاعبين، الفتره اللي جايه عندك مباراتين او مباراه مهمه وطبعا في مباراه لكابتن حسام غالي واعتزاله، نتمنى ان يبقى عمليه التجهيز مهمه للاعبين من خلال اللقاء. طبعا خساره عمرو السوليه هل هيبقى متواجد في الماتش اللي جاي شد في العضله الاماميه؟ لسه طبعا الدكتور خالد هيقول لنا بكره، ايضا وليد سليمان كدمه في ركبه، يا رب تبقى الامور بسيطه ما تبقاش فيها صعوبه في الاصابه. كابتن ربيع يمكن كابتن حسام اتكلم على جزئيه التغييرات وان في تغييرات
نتيجه الاصابات اللي حصلت طبعا 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 نتيجه كان يعني طبعًا. صلاح محسن مش تاخير في التغيير ولا ظروف المباراه لكن ظروف المباراه سير المباراه هو طبعا انت عندك تغيير محمد هاني واخد بالك لاصابه السوليه باقى يعني هو يعني كان لازم يبادر شويه ان هو لقى عزيز الاسلام محارب نزل وصلاح محسن خد الوقت القليل اللي موجود هو طبعا صبر كتير على انما وليد سليمان خلي بالك نجم كبير وجوده مهم جدا يمكن ظروف الاصابه اللي خرجته انه مش قادر انما وليد سليمان له دور كبير جدا خلينا واقعيين يعني انا الله يكون في عون حسام البدري النهارده مش يعني اصابات وحاجات كتيره جدا لكن اتعمل احنا الفعاليه الهجوميه باذن الله هترجع بقوتنا وان شاء الله الاساسيين بتوعنا باذن الله تعالى الظروف يعني ظروف النهارده من وجهه نظري عدت كويس يعني احنا كنا متخيلين غير كده يا محمد احنا قلنا الترجي فريق كبير وجايب افراد وجاي وجاي على ملعبنا هنا في وسط جمهورنا لكن برضه عنده خبرات كبيره جدا زيك ند ليك طول الوقت لكن الحمد لله نخرج بدون اي مشاكل سلبيه كثيره جدا علينا في نتيجه ونخرج بنقطه مش وحش فالقادم بامر الله تعالى من وجهه نظري ان شاء الله هيكون افضل واحسن بمشيئه الله كابتن عادل اخيرا كابتن فتره قادمه مباراه قادمه اجهزه زي كابتن حسام شوف انا 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 عايز اقول ان احنا لازم نهدى احنا بنمر بظروف صعبه شكلا احنا نادي كبير نقدر نستحملها نقدر نستوعبها احنا ابطال دوري برقم كبير جدا 6 أسابيع 7 أسابيع بتهيألي بنلعب عاوزين ناخد بطوله افريقيا علشان كده لازم نهدى شويه عندنا وقت كويس هيبقى فيه راحه كويسه نخرج بس من المباراه اللي جايه القادمه ديت ان شاء الله قنبله سيتي نكسب فيها او نعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله كله هيتعدل هيجي الموسم الجديد بالراحاتها باللعيبه ترجع من الاعراض بالتنظيم افضل هنرجع افضل وافضل ونحارب على جميع الجبهات ان شاء الله بس شاء الله. في نقطه عاوز اقولها على اللي الناس اللي هي بتتكلم وحش وهي بتعلق على المباراه مع على النادي الاهلي لازم الناس تتكلم باحترام ولازم يعرفوا ان النادي الاهلي مش اكبر نادي في مصر بس ده في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي العالم العربي صحيح فلازم يحترموا نفسهم جدا انا من وجهه نظري يحترموا نفسهم علشان احنا لازم مش احنا احنا مش قليلين يعني صحيح اشكرك كابتن عادل جدا عنك صحيح بشكرك كابتن عادل بشكرك نورت الله يخليك لك النادي الاهلي نقطتين لكن ان شاء الله القادم افضل بشكرك كابتن ربيع شكرا كابتن شريف بشكرك كابتن شريف فاروق بشكرك يا فاروق خليك بعد فاصل ان شاء الله يكون معاك سمير عثمان والفقره التحكيميه واكيد تعليق على كره مروان محسن يعني اكيد هي اللي هتبقى الحدث بالنسبه لنا هنشوف بقى اذا كانت هدف صحيح ام هدف غير صحيح